بنتي يا صباح الشروق، صباح عليكم الخير. انا وزميلتي ايمان، صباح الخير لطفي. اهلا وسهلا، بدايه اسبوع موفقه ليك ولينا جميعا كطاقم اعداد برنامج صباح الشروق، ولكم مشاهدينا الكرام انتم تعودوا على هذا الموعد الصباحي، هذه الخدمه المميزه اللي نحاولوا ان نقدموها لكم من خلال ساعتين ونصف من الزمن. برنامجنا خدماتي تفاعلي، التفاعل يكون عبر ارقام الهاتف الظاهره اسفل الشاشه. ماذا بينا تفاعلوا معنا وتشاركونا في مختلف المواضيع اللي ان شاء الله راح نخصموهم اليوم على محطات مختلفه كان تعودتوا عليها، وكان محطات جديده وضيوف مميزين كذا حتى تعرفوا عليهم خلال هذا العدد. عددنا اليوم كله فائده واستفاده، نستفيد من احلى حضور مشاهدي قناه الشروق. العمل يختار برنامجنا، يتفاعلوا معنا من خلال تليفون او حتى صفحتنا الرسميه على الفيسبوك. صح النوم لهذا ويناض، اذا كنتوا دايرين حول مائده فطور الصباح صح قيمتكم، استمتعوا بها وان شاء الله تقضي وقت ممتع. رفقتي انا وايمان، وكل ما اخترنا لي نهار اليوم راح نكتشفوا مع بعض وبعد ما نمارسوا بعض الحركات الرياضيه اللي ننصح بها كل مشاهدينا. يلا تفضلوا. صباح الخير لكم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم دائما في صباح الشروق مع الكوتش تاعكم كوتش منير في قاعه سترونغ بودي بعود فايد. الحصه تاع اليوم راح تكون سبيسيال باش نخدموا لابارتي انفيريور ولا الجانب السفلي للبطن تاعنا ولا العضلات البطن. هادو سي تمارين، خلينا نقولوا تمارين سهله راح نخدموهم، وشنو دائما كيما نقول لكم لازم التركيز التركيز ثم التركيز. قبل ما نبداو التمارين هذوما راح نديروا ايشوفمون خفيف باش نبداو لا سيونس تاعنا. راح نبداو بلي ستيب تاتش هنايا. نسي نطبع لاجون تاعي اون فوا دروات اون فوا غوش هنايا لي بوان دي بي ديالي، نخلي لا بواتين ديالي اوت، جي انسبيغ اكسبيغ. نسي كي نحس روحي الاز ناكتيفي لي فرا ديالي هنا 1 2 1 2 1 2. كي نشوف روحي الاز واش ندير، نطلع لي طالون ديالي هنا اون فوا دروات اون فوا غوش هنايا. واش ندير كي نحس روحي بلوز الاز، نسي ندير لي تيراج لهنا، نجبد كما قلنا دائما هنايا باش نسي نطلع لا فريكونس كاردياك ديالي فوالا. وهنايا نسي نطلع لي جينو ديالي اون فوا لا دروات اون فوا لا غوش. هكذا باش صح نبداو نبريباري في لابارتي انفيريور تاع لي جومب بلوتو تاع لي زادو ديالنا باش نبداو نخدموهم. ودينا الحصه تاعنا خلينا نقولوا سهله، ماشي تكون سهله بزاف بزاف مي اوكي. هكذا نكونوا كملنا لي شوفون ديالنا، راح نبداو مباشره بالتمارين. تبعوا معايا باش تبعوا معايا الشرح تاع التمارين تاعنا. واش راح نكونوا؟ راح نهبطوا الونجي، راح نتكسلوا على الظهر تاعنا. واش نسي ندير؟ نسي نطلع لي جونب ديالي 90 هنايا. واش ندير؟ راح نطبع اون فوا لا دروات لا جونب هنايا، راح ندير نسي ندير 20 خطرة نهبط هنايا. هذه خليها فيكس، لا جونب غوش فيكس هنا 1 2، نطبعها كومبليتمون تروح طوندو ونعاود نجبد. كي نكمل 20 بهذيا نسي ندير 20 بالرجل اليسرى، هذه تبقى فيكس 90 درجة وهذه تهبط هنا 1 2. باش نحس روحي الاز نسي نحط راسي، معليش انا نوريكم لهنا باش تشوفوا معايا ليكزارسيس ويكون جوست. هذا بالنسبه للتمرين الاول، كما قلنا راح تكون عندنا اللي يقدروا ليها معنا يخدموا دائما. نسي ندير الرجل اليمنى 20 والرجل اليمنى 20، والناس اللي ما تقدرش تقدر دير 10 في اليمنى و10 في اليسرى، مده 4 مجموعات اللي راح نديرهم في التمرين الاول. نروحوا للتمرين الثاني، واش راح يكون؟ راح يكون راح نسي ندير هنايا، نحط يدي توجور نحطهم اصول، نحط راسي كيف كيف نحط الرقبه تاعي على على الطافي ديالي. واش ندير؟ راح نسي نطلع لي جينو تاعي عند البطن تاعي ولا عند صدري اللي يقدر، ونعاود نهبطهم للارض. مي كي نهبطهم ما نحطهمش كومبليتمون، نسي نحط لا بوان دي بي ابان هنايا ونعاود نطلع 1 2 3. معليش الناس اللي ما تقدرش تقدر تحط كومبليتمون وتعاود تطلع، الناس اللي تكون سمنه زائده ولا تقدر تحطهم هنا كومبليتمون وتطلع، ولا وحده بوحده هنايا 1 2 3 4. هذا بالنسبه للتمرين الثاني نفس الشيء كما قلنا، رانا نديروا مجموعات تاع 20 مره، يعني مجموعه نديروا فيها 20 ومن بعد نريحوا 30 ثانيه تاع راحه ولا 40 ثانيه للناس اللي ما تقدرش، ونعاودوا نريحوا شويه ونديروا 40 20 تاع 20 اون سيري تاع 20 ونكملوا حتى نكملوا لي كاز سيري. نروحوا للتمرين الثالث، واش راح يكون فيه؟
راح نسي نطلع لي جون تاعي هنايا نهبطهم هنا كومبليتوم وصول مي ما نحطهمش نطلع فاليو نبلي ونهبط نجبد نطلع نهبط هنايا وماكسيموم فالو سول مي ما نحطش لي طالون تاعي نعاود نجبد لي جينو نطلع لي بوين دي في فيل بلافون نعاود نبلي ونهبط تحتها نجبد نطلع الفوق نهبط ونطبع لتحت. هذا بالنسبه للناس اللي تقدر الناس ما يقدرش عادي انك نحطهم هنايا ونطلع نبلي ونعاود نهبطهم هنا كومبليتمون يعني هذا الناس هذا التمرين ولا هذه اوبسيون فاسيل يعني نديرها للناس اللي خلينا نقولوا عندهم سمنه زائده ولا زياده في الوزن يعني هذه التمارين تساعدهم باش ما يكملوش معنا يعني باش ما يكونش باش ما يحبسوش البروغرام يقدروا يخدموا هذه التمارين تكون سهله. نروحوا للتمرين الثالث والاخير واش راح نديروا؟ راح نديروا للسيزو هنايا سي نحط لي كود تاعي لهنايا وصول ونسي نطلع شويه هنا الفوق ونهبط ندير تي باتمون اللي راح نديرهم لهنا باش يكون التمرين افيكاس نسي لا بوين دي في كيما نشوف نطبعها للقدام هنا ما ننساش التنفس تاعي باش ما يكونش عندي ضغط كبير في البطن تاعي نتنفس جونسفير ايجيكسبير. الو هذا كان التمرين الاخير اللي نفس الشيء كما قلنا راح نديروا فيه هذا التمرين راح نديروا فيه هذا نخدموه بالوقت 20 ثانيه و10 ثواني راح مده اربع مجموعات. كان هذا التمرين الاخير قبل ما نخدموا الحصه تاعنا راح نديروا ليزيتيرمون ديالنا باش نخدموا الحصه تاعنا كالعاده نهبط هنا كومبليتمون هنا وصول نسي نجبد بيديه نجبد 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 هنايا باش نحس بيريتيرمون تاع البطن تاعي نسي نهبط الباسن تاعي ونطبع يديه. وبهذا اعزائنا المشاهدين نكون كملنا الحصه تاع اليوم ان شاء الله، ان شاء الله تكون عجبتكم، ريحوا معنا مبروشين في الحصص القادمه ان شاء الله باش يكونوا حصص جديده ويحن يفيدوكم ان شاء الله. اذا كان فيها اسئله ولا تقدروا تتواصلوا معنا على صفحه انستغرام ولا الفيسبوك منير.بوشاوي. يبقى على خير، السلام. سلام، شكرا لك كوتش منير بوشاوي على هذه الحركات الرياضيه، نتمنوا انكم استفدتوا منها وانكم تجربوها مشاهدينا الكرام. نعاود نقول لكم صباح الخير، صباح الامل، صباح السعاده، خاصه انه احنا اليوم في اول يوم من فصل الربيع. صح. لكن الجو لا يظهر لانه ربيعي تماما، فيه امطار، في زخات مطر، والحمد لله على هذه الامطار، احنا بحاجه كنا في انتظارها. فنقول لكم لاكو خارجين الان من البيت ردوا بالكم روحوا بالعقل برك. اذا كل واحد ينزع النظارات السوداء من عينيه ويشوف الحياه بكل ما فيها من الوان الربيع. اجمل واحلى تحيه لكل من انضم والتحق بنا في هذا الصباح واختار قناتنا الشروق العامه وبرنامجنا الخدماتي بامتياز صباح الشروق. تميزنا في خدماتنا وفي خبرياتنا ايضا. هضرتي على السعاده واخر خبر اول خبر ربما نبداو به خبريات هو عن ترتيب الجزائر من حيث السعاده عربيا وحتى دوليا. في رايكم اي مرتبه نالها الجزائريين من حيث شعورهم بالسعاده؟ هل نحن شعب سعيد ام لا؟ لا غير سؤال يستاهل انه يكون موضوع تفاعلي. هذا راح نخسر موضوع اذا الجزائري سعيد ام لا. في دراسه تقول انه الجزائر تحتل المرتبه السابعه عربيا والمئة عالميا في ترتيب اسعد الدول في العالم لسنه 2020. نعم، حسب مؤشر السعادة العالمي، وكشف المؤشر ترتيب أسعد دول العالم بخصوص التنمية المستدامة، واحتلت دولة فنلندا المرتبة الأولى في الترتيب، فيما جاءت دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الأولى عربيا. كيف لو هما عندهم وزير ووزيرة السعادة. وزيرة السعادة ما نظنش أنها فيها مصداقية كبيرة هذه الدراسة. سبعة عربيا والمئة عالميا نظن انا بعاد رقم قليل يعني مليح مرتبة السابعة مليح لكن في الواقع لا ما نظنش. اذا نتمنوا ان تعم السعادة في بيوت كل الجزائريين. المرتبة السابعة بين نظن 22 دولة عربية. عربية حوالي 22 دولة 22 دولة عربية المرتبة السابعة مليح. والمئة عالميا يعني انا بعد يعني لازم نفصلوا اكثر شنو مفهوم السعاده ربما. صح، هذا هو الموضوع حابين انكم تناقشونا من خلاله. واش تعني لكم السعاده؟ هل هي السعاده في المال، السعاده في الـ في الـ في العائله والاسره والابناء، ام في المراتب؟ كل واحد كيفاش يصنف السعاده في حياته وكيفاش يكون منظوره للسعاده وللحياه بصفه عامه. اجمل أو في المال والرواتب كي تدخل الراتب صح
صح، هو كيكون عيد مليان يعني الواحد يكون سعيد. اكيد راح يكون عندنا خبر عنده صله بالراتب والسعاده، لكن من بعد ما ندو اول اتصال لنهار اليوم. يا الو. الو، صباح النور. صباح الورد، صباح الفل والياسمين. اهلا. وش راك الاخ لطفي؟ وش راك الاخ ايمان؟ الحمد لله. لاباس، كي نسمع صوتكم نقولوا هايلين. والله لاباس، الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. هذا وين هذا نتعرفوا عليك اول شيء؟ بسمه من قصر شلالة. يا اهلا وسهلا بك يا بسمه، وان شاء الله كل حياتك وانت مبتسمه ان شاء الله يا رب. ان شاء الله يا ربي ان شاء الله. من صوتك الاخ لطفي. راني مليح من صوتك. هذا وين لطفي صح؟ والله هذا وين. صح النوم، صح النوم. صحتك. الله يسلمك يعيشك. وش راكي بسمه؟ والله لاباس الحمد لله. انت ما وش راكم؟ والله الحمد لله يا ربي بخير. شيخ حسين وش راك؟ لاباس. دوك شويه يلتحق بنا الشيف حسين. الحمد لله يا حنا رانا نعاني مشكل يا بسمه. وش هو؟ هنا في العاصمه راح لنا الماء. عليه. ولا غير رانا في كارثه. اربع ايام قالوا لنا ما يجيش، انا غير نخمو. يا خا. ايه، وانتم في قصر الشلاله عندكم مشكل تاع الماء ولا لا؟ لا ما عندناش مشكل تاع الماء. لا يجي يوميا. كيفاش؟ يوميا كاين الماء. وي لا ماشي يوميا، واحد دوجور دوجور يجي هكذا يومين بيومين. يجي متوفر. يومين بيومين. وي يومين بيومين يجي للاسف. قليل جدا. يومين بيومين. مشكل. وتحجروا الماء مازالكم تحجروا الماء؟ وي سي باينه. والله 2021 مازلنا نعمروا الماء ونخبيه، يعني صراحة نتأسفوا. ويقول لك من بين البلدان أكثر سعادة. صح. قالها صويلة جلمان وتعمر. احنا الجزائريين حنقولوا ليها عايشينها هذه تاع جلمان وتعمر. قولي لنا اخبارك، اخبارك وقصر الشلاله وناسنا. والله لاباس الحمد لله. الحمد لله يا ربي. الحمد لله يا ربي. كاش ما توصينا؟ ما كاين. واش نوصيكم؟ راكم موفين وكفين ما شاء الله عليكم. شكرا لك. شكرا لك. ربي يخليك. كي جا الشروق البارح، البارح ذكرى تاع الساعتين ما شاء الله عليكم. أنا سكوت شروقية الأولى. ربي يخليك بفضلكم أنتوما. ما شاء الله. بفضلكم أنتوما، بفضل جمهورنا. أكيد. يعيشك. يعطيك الصحة بسمة، شكرا لك. شكرا بسمة. الله يسلمك يا عيني. نهارك زين، شكرا. الله يسلمك يا الأخ لطفي، معليش ندير ديديكات خفيفة. تفضلي أكيد، تفضلي. ديرها كاع لافامي، كاع لافامي جمعي وكاع ناس الشلالة. ونحيي المخرج محمد لامين جنادي، راه موفيهم او قايم بها. المايسترو تاعنا محمد لامين جنادي او قايم بها، هو المايسترو تاعنا. الله يبارك، الله يبارك ما شاء الله عليك. الله يبارك. يعيشك يعيشك، ربي يخليك. يعيشك. شكرا على هذا الذوق اللي عندك. الله يسلمك. يعيشك اختي ايمان، غنبلغ لك سلام اخ نوراتي. نسلم عليها بزاف بزاف نورا صديقتنا، وفيت البرنامج تحيه كبيره ليها. وفيا للشروق، وفيا للشروق. كنا تكلمنا معاها البارحه، نعاود نوجه لها تحيه. محظوظين بكم. الله يسلمك يا عيني. شكرا لك. شكرا لك. الله يسلمك. بقوا على خير. بسلامه. شكرا. بسلامه. يعطيك الصحة بسمة، شكرا لك. وتحية لكامل الناس اللي يتابعوا فينا الآن، وخاصة الجالية تاعنا المتواجدين في الخارج، تحية كبيرة ليهم. ماذا بينا نسمعوا اتصالاتهم، خاصة وان ويكند اليوم عندهم، وربي يكون مع الجالية المتواجدة في فرنسا، لأنه عاود أغلقت تقريبا حظر التجوال كامل وشامل في البلاد لمدة شهر. يعني ربي يعينكم ويقدركم إن شاء الله. نواصل مع أخبارنا لطفي. لقيتي خبر آخر؟ خبر جميل، أنا عجبني الخبر. هو في لشركه مصريه، نعرفوا انه الاخوان يعني العرب تقريبا هناك من يحتفل بعيد الام في 21 من مارس. صح. يعني الام، عيد الام العربي. عيد الام العربي. وتحيه بالمناسبه لكل الامهات. قامت شركه مصريه بتحويل رواتب موظفيها الى امهاتهم. قررت احدى شركات التسويق في مصر الاحتفال بعيد الام على طريقتها الخاصه، حيث قامت بتحويل رواتب موظفيها مباشره إلى أمهاتهم. وقالت إدارة الشركة في بيان نقلته وسائل إعلام محلية، بمناسبة هذا اليوم عيد الأم تقرر صرف راتب شهر مارس يوم 18 بدلا من يوم 25، على أن يتم صرف الراتب وإرسال مندوب من الشركة لتسليم الراتب للأمهات. فرض. تقديرا من الشركة
لهن. وصرح مدير الشركة محمد الأمير أن الفكرة جاءت بعدما اقترحها أحد أعضاء فريق العمل البالغ عددهم 14 شخص، مضيفا أنها جاءت على سبيل المزاح قبل أن توافق عليها إدارة الشركة. محظوظات الأمة، محظوظات. لكن هل هذه الفكرة حبها كل العمال والموظفين؟ خاصة أني مخبي علي ما شحال يخلص. صح صح صح. حتكتشف الراتب الحقيقي. تستاهل وتستحق كل الأمهات كنوز العالم وكنوز الدنيا. ربي يخليكم أمهاتكم إن شاء الله يا رب، ونترحموا على أرواح أمهاتنا وأمهات المسلمين. آمين. من موتانا. أجمل وأحلى صباح للجميع. ما زلنا مكملين في استعراض فقرتنا أو محطتنا. خبر آخر عن بيع رسائل الأميرة ديانا الشهيرة في مزاد علني، أغلاها خطاب تصف فيه الملكة بالرئيسة. في مزاد علني، في مزاد علني رسائل وخطابات كانت مخبأة للأميرة ديانا. يا ترى وش حيكون فيها، خاصة وأنه العائلة الملكية في بريطانيا تمر يعني نزاعات داخلية كبيرة أسرية. مع الأمير هاري، يعني ربي يقدرهم على حل إن شاء الله المشاكل. الله لا يجيب مشاكل في كل بيوت. ما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. والساحر، الساحر هذا لا يكون كافرا إلا إذا تقرب إلى الشياطين، إلا إذا نبذ القرآن الكريم وخالف الشرع الحكيم. لأن السحر عنده ارتباط وثيق بعالم الجن كما طبعاً يعرف. طبعا نعم نعم طبعا. فالساحر يقدم هذه القربات. والله عز وجل ماذا قال؟ ماذا قال عن، قال واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. وهذا السحر التعامل به يعني يؤدي، الله عز وجل وصفه بأنه فتنة ومآله إلى الكفر. الله عز وجل يقول فيتعلمون ما، قال فيتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتروه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. والساحر لا فلاح له، الله سبحانه وتعالى يقول ولا يفلح الساحر حيث أتى. الساحر من أعظم المفسدين في الأرض. يقول الله سبحانه وتعالى حكاية على لسان موسى عليه السلام ماذا قال؟ فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. يعني تصور هذا السحر أخي لطفي، يعني كم هدم من عوائل وكم فرق بين الأقرباء والأزواج وكم أمرض وقتل. يعني السحر لا يأتي بالخير أبدا ولا تثبت فيه النية الحسنة. طبعا طبعا، لأنه في ناس بزاف يغلطوا أنفسهم ويعطيوا صورة جميلية للعمل السحر، يقول لك من أجل الحب، من أجل المودة، من أجل التقرب، من أجل الله المستعان. والله السحر هذا والله شرور مستطيرة. الساحر هذا شيطان من شياطين الإنس. والله هو لا يرضى لغيره الخير والسعادة، بالعكس هو دمار، هذا يدمرهم. الساحر هذا تصور يعني والله لا يتورع عن الكذب والتلون والخداع والمكر. لهذا أن تتأمل معي الآن قصة النبي صلى الله عليه وسلم، قصة سحر النبي صلى الله عليه وسلم، والقصة في الصحيحين يعني رواها الشيخان البخاري ومسلم. تقول أمنا عائشة رضي الله عنها سحر النبي صلى الله عليه وسلم حتى كان يخيل إليه أنه يفعل الشيء وما يفعله، حتى كان ذات يوم دعا ودعا ثم قال أشعرت أن الله أفتاني فيما فيه شفائي؟ أتاني رجلان هما ملكان، أتاني رجلان فقعد الأول عند رأسي والآخر عند رجلي، فقال ما وجع الرجل يعني ما به؟ قال مطبوب أي مسحور. قال ومن طبه، من سحر؟ قال لبيد بن الأعصم. وهذا لبيد بن الأعصم هو يهودي من بني زريق، واليهود يعني معروفين بالسحر والمكر والخداع، وهم قتلة الأنبياء عليهم من الله ما يستحقون. فقال وكيف يعني؟ قال في مشط ومشاقة، وفي رواية ومشاطة وجف طلعة ذكر. تصور أنت كيف سحر النبي صلى الله عليه وسلم. المشط هو آلة تسريح الشعر، والمشاطة أو المشاقة هي الآثار، آثار الشعر التي سقطت منه، وكانت عالقة بالمشط في
وجف طلعة ذكر وهو غشاء التمر، هذا غشاء النخل، جريد النخل، غشاء جريد النخل، ففعل فيه هذا السحر ودفن. فقال فأين هو؟ قال في بئر ذروان. البئر هذه ردمت الآن، هي مردومة. قال في بئر ذروان، وجاءت في رواية أخرى أنه كان تحت صخرة، تحت صخرة. ثم رجع فذهب إليها النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رجع قال لعائشة حين رجع ماذا قال لها؟ نخلها كأنه رؤوس الشياطين. فقالت أستخرجته؟ قال لا، أما أنا فقد شفاني الله، فخشيت أن يثير على الناس شرا، فأمر فدفنت هذه البئر. لهذا يقول القاضي عياض رحمه الله، دفنت البئر بأكملها. دفنت، نعم، دفنت البئر وردمت بأكملها. لهذا يقول القاضي عياض رحمه الله عليه أن هذا السحر الذي أصاب النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه أفضل الخلق وأتقان لله سبحانه وتعالى، قال يعني تسلط على جسده وظواهر جوارحه لا على تمييزه ومعتقده صلى الله عليه وسلم، وهذا لقيام الأدلة والإجماع على عصمته صلوات الله سبحانه صلوات الله عليه. لهذا أخي لطفي، النبي صلى الله عليه وسلم حذر من السحر وعده من المهلكات، وقارنه بالشرك بالله، فقال كما جاء في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام اجتنبوا الموبقات السبع. قالوا يا رسول الله وما هن؟ قال الشرك بالله والسحر. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا أتى النص على تجريم السحر ومن أتى الساحر أيضا. لهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له، ومن عقد عقدة أو أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ويقول في حديث آخر من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه بما قال لم تقبل له صلاة 40 ليلة، وفي رواية 40 يوما. هذا من يصدق فقط، هذا المصدق، من يصدق؟ هذا نعم، هذا أيضا من أتى، يعني ما بالك على من يمارس السحر؟ بارك الله فيه. لهذا لابد كما فرق العلماء أخي لطفي، الإنسان هذا من أتى عرافا مجرد القصد فقط أخي لطفي، مجرد القصد، فما بالك بمن صدقه، وما بالك بمن صدقه في أمور غيبية، من صدقه في أمور غيبية، فهذا يخص المولى عز وجل. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. بعض العلماء يقول بكفره. العقاب نعم. هو عقاب رباني، نعم. لمن نعم. يمارس السحر أو لمن يعيش السحر، نعم. أو يحاول أن يؤمن بالسحر، لكن للأسف القوانين الوضعية لا تجرم ولا تعاقب السحرة والمشعوذين. لكن كي نسلم من شر السحر، القرآن الكريم أيضا أتانا بالحلول، صح؟ طبعاً. هناك سور تتحدث عن السحر، طبعاً. وتتحدث عن الشعوذة، نعم. وهناك سور أيضا ربما تعتبر كعلاج للسحر، نعم. والشعوذة. طبعا أخي لطفي، أولا لخطورة السحر، يعني الشرع الحكيم رتب يعني عقوبة للسحرة، وكما قال جندب رضي الله عنه حد الساحر ضربة في السيف بالسيف، هذا هو حده في الإسلام. لهذا أيضا جبالة بن عبدة هذا يقول أتانا كتاب عمر سنة قبل موته، قال اقتلوا كل ساحر وساحرة، قال فقتلنا 3 سواحر. أمنا أيضا حفصة رضي الله عنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت. لهذا الإنسان والله كان هذا هو الجزاء، لأنه فيه إراحة للمسلمين من شرورهم ومن إفسادهم. الساحر لا يؤمن شره، لكن الآن أخي لطفي، الآن يعني هل الإنسان مثلا مباشرة يباشر ويقتل الساحر؟ لا، الصعوبة في صعوبة، نعم. في ربما في الدليل، بارك الله. الآن لابد، نعم، لابد من الأدلة، صحيح. لابد من إثبات، ولابد من التبليغ الآن. إنسان يبلغ السلطات، نعم، المسؤولة عن هذه، وريثما الآن ريثما يضعون قوانين يعني تجرم هذه الأمور. أخي لطفي أيضا، أخي لطفي، الساحر هذا له علامات، فالناس لابد أن تفرق، عنده علامات وأمارات، فرق بين الساحر والراقي. بعض الناس والله يقصدون السحرة ويظنون بأنهم مرقات،
وانهم يعالجون بالقران الكريم، يعني اول حاجه يبررون لانفسهم. بارك الله فيك. كان بالزاف يقول لك رحت للطالب يقرا نعم. القران الكريم. بارك الله فيك. نعم، اول علامات وامارات هذا الساحر انه اذا دخل اليه الرجل ساله عن اسمه واسم امه، وربما قبل ان يحدثه ذكر له اسمه واسم امه ومن اين اتى وما المشكله التي يعاني منها. وايضا من علاماته انه يذكر الفاظا غريبه ومجهوله ويتمتم تمتمات نعم طلاسم وزعبلات نعم وشركيات، ويدس يعني يدس كلاما يدس فيها كلاما فيه من الخزعبلات، وايضا ربما يذكر فيه ادعيه لغير الله سبحانه وتعالى. من الامور ايضا التي يطلبها الساحر اخي لطفي، وهي ايضا من علاماته، انه يطلب ممن اتاه مثلا أن يأتي بشيء، مثلا أن يأتي بملابس أو يأتي بأجزاء مثلا لبدن ذلك الإنسان الذي أراد أن يلحق به الضرر. أيضا ممكن الساحر يذكر لك غيبيات ويذكر لك مكان السحر، وهذه الأمور من علم الله سبحانه وتعالى. طيب، ماذا عن ربما الأعراض الأولية التي تظهر على الشخص المسحور؟ والله الأعراض في الكلام والله الأعراض قد تكون له أعراض، خاصة إذا كان الإنسان مصاب قد يصاحب هذا ويلازم هذا السحر مثلا إصابة، لأنه يكون إضافة إلى السحر خادم للسحر. فمن أول علاماته الصرع، أن يصرع ذلك المريض، يعني يصيبه الصرع مثلا، تارة يحصل له تشنجات، تارة يحصل له ضيق في النفس، تارة يحصل له آلام في المفاصل، وهذه الأمور يعجز الطب عن تشخيصها. فسبحان الله العظيم، يعني بالقرآن الكريم تتحدث على كل ما هو جسدي، آلام نعم عضوية نعم نعم يحس بها الشخص نعم. ماذا عن الناس اللي ربما يقول لك من دلالات السحر أنهم ربما كل شيء تعطل في حياتهم؟ نعم. كان يقول لك نعم، أنا وين ما نروح نلقى كل الأبواب مسدودة في وجهي. نعم. هل تعتبر كإشارات من إشارات السحر أم لا؟ هي مبدئيا لا تعتبر، لكن حتى يشخص الإنسان، حتى يشخص الإنسان ويعرف الحالة، لأنه كما هي تغير من حالة البدن تغير من حالة النفس. ما سحر العطف مثلا أو الصرف الآن، وما يسمى قديما يسمى التولة، يحبب الرجل إلى المرأة والعكس، يعني وهذه يعني الناس تعيش هذه الآفات الآن للأسف. كثير والله بعض المكالمات، في بعض المرات تأتينا رسائل، المرأة سبحان الله العظيم تقول هل يجوز لي أن أقوم بسحر الزوج تاعي كي أحببه لنفسي وأقربه إليه؟ وهذا مما لا يجوز، ما أنزل الله به من سلطان والعياذ بالله. إنسان مجرد أن يقصد الساحر. أيضا أخي لطفي، الأمور التي تتوقف، لأنه السحر في الحقيقة هو نوعان، سحر ما له حقيقة كما قال الله سبحانه وتعالى فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، والسحر ما كان من قبيل التخييل، لقول الله تعالى سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. فتارة الإنسان يسحر الإنسان في يعني يكون تخييلا، يخيل إليه أنه يفعل الشيء وما يفعله وهكذا. أيضا من العقبات التي تحصل في حياة الإنسان، قد تحصل له عقبات أكيد في مساره المهني، في مساره الدراسي، قد يكون السبب السحر، لأن الساحر أخي لطفي منشأ ومبدأ سحره هو الغيرة والحسد والأذية. نعم، هو الغيرة. نعم. الغيرة والحسد هو أول الدوافع، أكيد أول دافع. يعني ممكن جدا هذا الإنسان يعيش مثلا، هذا الإنسان يعيش في سعادة وفي هناء كذا، لا بد أن نفرقه كذا. ونحن يعني الحمد لله، يعني الأمور موجودة، يعني والأدلة المحسوسة موجودة، كم نجد من صور وكم نجد من أكيد الكل يهمه العلاج. نأتي نعم إلى العلاج. معروف أن الرقية الشرعية نعم هي أساس في علاج العديد والكثير من الأمراض النفسية وحتى طبعاً العضوية أحيانا طبعاً في لدى طبعاً كل شخص. والله يا أخي لطفي، أولا القرآن الكريم شفاء لكل الأمراض العضوية والروحية والنفسية. الله عز وجل يقول وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. من هنا ليست للتبعيض، وإنما لبيان الجنس من جنس القرآن، فهو يشفي كل الأمراض بإذن الله سبحانه وتعالى. أيضا أخي لطفي، الإنسان
لابد له من طريق الإسلام وقوة الإيمان بالله سبحانه وتعالى والتوكل واليقين. الله عز وجل يقول ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، ويقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يتق الله يجعل له من أمر يسرا. الإنسان أن يكون ذا عناية أيضا بتلاوة القرآن الكريم ولا سيما البقرة. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ ماذا يقول عليه الصلاة؟ اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطل أي السحرة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن لا تجعلوا بيوتكم مقابر فإن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. ومن أعظم ما يعتنى به أخي لطفي هو قراءة آية الكرسي كما ورد في صحيح البخاري، يعني الإنسان إذا آوى إلى فراشه قرأ آية الكرسي لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يمسي. ومن الآيات العظيمة أيضا قراءة الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة لقول النبي صلى الله عليه وسلم الآيتان من آخر سورة، من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة كفت في ليلة كفتاه، قال العلماء كفتاه من كل شر وسوء وبلاء. أيضا من معوذتان هاتان السورتان العظيمتان، يعني وكانت لهم سبب في النزول. النبي صلى الله عليه وسلم كما حكي عنه كان يتعوذ من الجان وعين الإنسان قبل نزول، فلما نزلت المعوذتان أخذهما وترك ما سواهما. لهذا كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم ولكي يعلم المشاهد المعوذتان هما سورة الفلق وسورة الناس. النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تعوذ المتعوذون بمثلهما. أيضا الإنسان يحافظ على أذكار الصباح أذكار المساء، وهذه الأذكار الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أذكار النوم أذكار دخول البيت والخروج منه، فهذه بإذن الله عز وجل كلها فيها حماية ووقاية وسلامة. أيضا من الأمور التي تعالج السحر أخي لطفي التمر. نعم النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني سبحان الله من تصبح كل يوم سبع تمرات عجوة لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر. الإنسان في الصباح على الريق سبع تمرات، خاصة كثير من الناس والله الآن تعاني من السحر، يعني ويعني وترجو يعني تنتظر الشفاء من المولى سبحانه وتعالى. إنسان والله يداوم على التمر سبع تمرات كل يوم على الريق بإذن الله سبحانه وتعالى والله فيها شفاء عجيب. ويقال أنها تشكل هذا تحيط بجسم الإنسان نعم. تقيه من دخول الجنة. لهذا من جميل ما قاله ابن القيم رحمة الله عليه في كتابه زاد المعاد، يقول وليس طب النبي صلى الله عليه وسلم كطب الأطباء، فطب النبوة متيقن قطعي إلهي صادر عن الوحي مشكات النبوة وكمال العقل، وطب غيره أكثر حدس وظنون وتجارب. فنسأل الله ندينا من هذه التجربة اللي عشناها مع بعض واستقينا بكل الفوائد. أستاذ حمزة الجزار الله يبارك فيك، شكرا لك نورتنا بحضورك. الله يعيشك الله يبارك فيك، وحبينا كثير مرورك معنا وحبينا هذا الموضوع اللي أكيد يعني من أكثر من الناس ولقاو الحلول، راح يلقاو الحلول من القرآن والسنة، حلول أيضا للأشخاص اللي يعانيوا من مشاكل في إيجاد ربما الوصفات ليوصفوها داخل مطبخهم. راح يلقاوهم مع سفير المطبخ الجزائري الشيف حسين اللي راه منضم مع ايمان. صباح الخير لطفي. صباح الخير خالد. صباح الخير لطفي. صباح الخير استاذنا حمزه الجزائري. انت لازم لك وقيه شرعيه، انت صبحتي علينا من جديد، كنا مع بعض منذ قليل. استاذ حمزه الجزائري مشتوش. اوكي لكن لا هي السلام السلام ما يمنعش السلام ما يمنعش صح شيخنا نعم يعني السلام ما يمنعش. إذا شيخ حسين صباح الخير، أهلا وسهلا. مرحبا دائما منورنا بحضورك وصفاتك أفكارك الجميلة وإبداعك في المطبخ. شكرا. إبداعك متواصل معنا هاليوم إن شاء الله. وش عندنا اليوم؟ اليوم أبون مشاهدين راح نعطي لهم شوية أفكار ممكن إن شاء الله يفيدهم في الوصفات كما قلت أفكار يعني مش ما يخموش بزاف، ممكن المكونات ممكن إن شاء الله أي بيت ممكن يكونوا موجودين ممكن اللي مش موجودين يعني يخدموا بالشيء اللي هو يعني
دائما احنا نقولوا حاجه تاع الساس يعني الاساسيه، يعني دي اساسيه. اليوم احنا نخدموا الاساسي في، راح نديروا كوم اونتري. اليوم راح نديروا سلطه تاع روز، الروز معروف كما قلنا مام هذاك واحد المره كنا تكلمنا على راس، يعني حاجه اللي تبقى لنا مثلا في البيت ونقدروا باش نوظفوها في اكلاتنا، يعني باش ما نرميوهاش، ريسيكليوها، يعني نعاودوا نجدوها بحاجه جديده، نعاونوها بحوايج ونبدلوها. كيما انا اليوم عندي روز راح نديرهم سلطه تاع الروز، والطبق الرئيسي اليوم راح اليوم راح ندير لهم من فور تاع دي كويس هكذاك تاع تاع الدجاج، ولكن هما ماشي دجاج يعني. يعني خاصة انه راه في حمى المقاطعة بالدجاج، ما بيش اذا كان المشاهدين اكيد يكونوا سمعوا بها عبر مواقع التواصل الاجتماعي. فحسين جاب لنا اليوم فكرة انه نقدروا شوفوها في 42 حتى 45 كيلو. لا لا راهو غالي. نعم بزاف نعم. بزاف قبل رمضان والله احنا احيانا نقولوا بلي احنا مسلمين بالاسم برك، لانه نروحوا للبلدان اللي ماشي مسلمه نشوفوا الرحمه قبل اعيادهم. احنا قبل موسم رمضاني الاسعار تزيد وماشي تزيد تتضاعف، لكن الشيء الغريب يقول لك في اسواق الجمله الاثمان مازال هي هي. جامي ما فهمنا هذه المعادله، تروح عند التاجر يقول لك حاجه في الجمله حاجه، الممولين ما زادوش ايضا، المتضرر الوحيد هو المستهلك والزبون. نعم الزبون زوالك كما نقول. تفضل حسين. ايه قلنا راح نديروا بطاطا، يعني بالبطاطا نغليو فيها، راح نديروا يعني جور دي كبيس هكذا، نوري المشاهدين كيفاش طريقه التحضير تاعهم، حاجه سهله. وراح نوظف لهم يعني نكهه لهذا دي كبيس هذه، يعني كما نقولوا احنا نعرفوا حنايا بطاطا فليو بزاف نعرفوها، يعني عندها ونحبوها بزاف. اليوم راح نضيف لها يعني فليو، وكاين عندي معدنوس، ولهم الاختيار، يعني اللي حب الفليو يقدر يوظف هذه الفليو. يعني نقول لهم باللي ماشي حاجه اللي ما تقدرش توظفوها، توظفوها عادي في هذا المكون راح نديروا اليوم، يعني المكونات راح نديروهم اليوم نقدروا نوظفوا الفليو هذا باش نشكلوا ليكويس تاع البولي، وباش يكونوا مقرمشه، يعني راح نديروهم على شكل كينتاكي، هذاك البولي اللي معروف يعني عالميا. كاين عندي هنا لا شابلور، وعندي هنا لي شيبس هادو نقدروا نحضروهم في البيت، يعني حاجه سهله جدا هذه، نقدروا نحضروهم في البيت قبل بلا ما نشريوهم. هادو ثاني نكسروهم، هادو راح نغلفوا بهم لاكويس قرمشه. نعم وهنايا اليوم الحاجه اللي راح نديروها مليحه، لانه ثاني ما راحش نستعملوا الزيت، نطيبوا نديروهم في الفرن. اليوم بلا دجاج وصبح حل الزيت. لا نديروا في الفرن، يتحمرونا في الفرن ويعطونا واحد المذاق هايل، يعني يجوا مقرمشين ويجوا طريين هما مطون، لانه البطاطا تكون طايبه من قبل ما نحتاجوش نطيب، نحتاجوا القرمشه هذيك واللون، اللون هذاك الذهبي اللي يجي في لاكويس تاع البولي هذا ما كان. يعني هذه الفكره راح تكون اليوم. وكتحليه اليوم ماشي تحليه، يعني راح نديروا حلوه ثاني مليحه. وشنو هذه؟ يعني نحتاجوا الزيت فيها. معليش معليش شويه زيت نحطو نحاول هذا ونديرو في الطبق. يعني ماشي نديروها في الطبق، راح نديروها في القليان. وهذه مش هذه كي قلنا احنا نحضروها في اوقات اللي يكون عندنا الزيت مثلا زايده، نديروا هذه الحلوه. حلوه سهله، انا عجبتني كي جاوا مكوناتها بسيطه، ويعني ونقدر يقدر يديرها حتى مش نقولوا مبتدئات، مثلا مام يعني بنت صغيره هكذا في البيت، يعني نحبوا في وقت هكذا الام تحب تعلمها، تعطي لها واش تعطي لها هنايا؟ تعطي لها مغرفه تاع سكر، تعطي لها حبه بيض هنايا، مغرفه تاع خل ومغرفه تاع زيت. يعني شوفي ملعقه 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 وحبه، ملعقه سكر، ملعقه خل، ملعقه زيت وحبه بيض. وهنايا عندي حوالي 150 حتى 200 غرام تاع فرينه، راح نجمع بهم هذه السوائل هذو حتى تحصل على العجينه. كي تحصل على العجينه من بعد الطابع يولي لكم، تحبوا ديروا نجوم، تحبوا ديروا وردات، يعني الطابع اي طابع عندكم في البيت. حلو الطابع تجيك، حلو الطابع نطبعوها. وشنو تكون رقيقه ونلصقوا حبه مع حبه، يكونوا زوج. نوري المشاهد بيان سور، نوريهم دائما احنا كيفاش يكونوا الخطوات، يعني في التحضير تاع هذه الوصفه، يعني نعطوا لهم المقادير ونوريهم طريقه التحضير كيفاش تكون. طريقه سهله جدا وتعطيهم شكل شباب، يعني من الورده تجي مفتوحه هكذا. وحنا بعد لهم الاختيار في الحشو، يعني نحشوها بالمعجون، نحشوها بال باي حشو نحبوا نديروا لا كامباتيشيال، نحبوا كريم شونتيي، اي نوع من الحاجات يعني اللي نحبوا نحشيو بهم نحشيو ونحطوها نقدموها. مام الشوكولا تارتيني هذيك نحضروا فيها هذه، ما راحش نعسلوا هذه الحلوه، مام نقليوها بصح ما تتعسلش لانها ما مقليه، نقليوها برك لكن ما نعسلوهاش. كاين بزاف حنا نعرفوا الحلويات اللي نقليوهم نعسلوهم، يعني نبداو من المقروط ونطلعوا كاع ولا قريوش ولا اي حاجه، مي هذه تشبه شويه القريوش لكن تجي على شكل ورده، ونوسوها نحطوها هكاك ونديروها في انفاكس برك، يعني تقدم وتجي طريه ثاني اون ميم طون، لانه الطلاوه راح تعطيها الخل هذاك راح يطريها. نعم نعرفوا بلي الخل يطري حاجه. هذه هي، احنا نبداو يعني بالمقادير التحضير.
نقصوا الحبابير ديالنا. بسم الله. نديروا السكر دائما، حنا قلنا السكر باش نذوبوه احسن شيء. كي هنا كاين سوائل، نديروا هذيك المغرفه تاع الخل باش يذوب لنا مليح السكر هذاك. نخلطوا مليح البيض هذاك مع السكر والخل باش يذوب لنا السكر هذاك. حتى الكميه ما يحتاجش بزاف، مغرفه زيت وهنا اللي يحب الكميه بزاف يضاعف الكميه. نعم، يدير 2 2 2. والفرينه تكون على حسب النوع الدقيق يعني، ويجمعوها حتى تولي عجينه متماسكه، ويخلوها ترتاح حوالي 10 دقائق 15 دقيقه. دائما حنايا العجينه خلوها ترتاح احسن شيء باش تعطينا، كي نبداو نفاصلو نيوا راح تجينا سهله. هنا شوفي السكر تمتم داب لنا، نزيدوا هذيك الملعقه تاع الزيت، نخلطوا مليح، وهنا نبداو نجمعوا بالفرينه نتحصلوا على العجينه. ما تحتاج تخمر ما والو؟ هذه ما تخمرش، ما فيهاش لا خميره لا والو. خاطش كاينين سيدات يحبوا يتساءلوا، يقول لك لا هل فيها خميره؟ هذه ما فيهاش خميره، فيها قلنا 5 مكونات اللي هما خل، زيت، سكر، بيض، وفرينه. سهله. سهله جدا، نعم. شحال تخرج لك هذه؟ هذه ساديبون، يعني هي على حسب الطابع، إذا كان طابع صغير هي تخرج كمية كبيرة، ولا كان طابع كبير تخرج كمية عادية. يعني احنا وريناها، يعني وريناهم خطوات وريناهم المقادير، والمقادير يقدروا يضعفوها إذا كان عائلة يعني كبيرة. يعني يديروا يذوبليو المقادير حتى يتحصلوا على عجينة تكون متماسكة. وبالصحة والهنا. وبالصحة والهنا. وطريقة سهلة قلنا، ماشي صعيبة، ومكوناتها يعني بسيطة جدا. ومتواجدة في كل بيت، يعني في رايك ما يكونوش عندهم المكونات هذو؟ ما كاش اللي ما عندهم المكونات هذو. مكونات كما قلت أساسية متواجدة في كل بيت، ما تحتاجش يعني حاجات غير ضرورية. ممكن يعني ممكن أنا نخمم، ممكن بالك الخل، مي الخل يعني نورمالمون يكون في البيوت، يعني ضروري يكون. لا الخل لازم. ما يحتاجوش. الخل مزهر، هذو من الأساسيات لازم يكونوا في الدار. نعم هذو يكونوا، نعم. خلاص كملنا الوصفات؟ هكذا نوري لك العجينة كيفاش تكون. يعني طريقة سهلة قلنا، أنا نشوف واش رايك. سهلة جدا كما قلت، خاصة كما حنا نقولوا العواتق الصغار البنيتات يبداو يدخلوا الكوزينة مليح يبداو يتعلموا. نشوفوا معنا اتصال لطفي. الو صباح الخير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا. نهاركم مبروك وطيب وزين أخويا لطفي. نهارك أسعد إن شاء الله، ما تشوفي شر في حياتك. إن شاء الله. مرحبا وسهلا. أهلا سيد شيف حسين. شكرا. والله أسعد كثير، أنا سعيدة جدا أني نقدر نتواصل معكم وللمرة الثانية. مرحبا وسهلا بك، فكرينا برك وين من يرى كيف تصلي بنا؟ معك سيدة زينب من برج بغراريج. يا أهلا وسهلا سيدة زينب، وكم ناسنا وحبابنا وأهلنا ببرج بغراريج. وش رايكم؟ راهو اليوم الربيع؟ لا والله اليوم نهار شتوي. أي شتوي عندكم، لكن نعم. دخل اليوم الربيع؟ نعم 21 مارس، لكن هو كما يقولوا يوم ربيعي، لكن الجو جو شتوي، يعني إن شاء الله نتمناوه يكون أمطار غيث إن شاء الله. نعم أمطار غيث أو فصل إن شاء الله، فصل غيث إن شاء الله يا رب. إن شاء الله يا رب. الأرض والعباد وإن شاء الله. إن شاء الله يا رب. إن شاء الله لينا وللبلاد أجمعين يا رب. إن شاء الله يا رب. متعودة منطقة برج بوعريريج أنهم يخرجوا نهار الربيع صح؟ نعم يخرجوا، نعم أكيد. يديروا المبرجة. عندنا شو ربيع نديروا فيها المبرجة، ونديروا فيها قرصة الربيع. يا رب إن شاء الله. نديروا فيها البيض، نشريوا الحلويات. ما شاء الله. يعني تكون فيها تكون فيها زيارة للأهل والأقارب. أول حاجة تكون فيها خرجة نخرجوا في الطبيعة. صح. يوم يعني وكأنه احتفالية كبيرة. صح. يخرج فيها الكثير من الناس، يعني جميع أهل البرج بغراريج يخرجوا لمنطقة معينة، وين تكون فيها هكذا فيها فرجة وفيها فسحة وفيها يعني وين جميع النسوة تتلاقى في مكان واحد والعائلات. ما شاء الله. وتحط هذيك المأكولات كامل اللي يجيبوها ويقسموها مع بعضهم، حتى الفاكهة يديو فيها معاهم الشينة، يديو معاهم البيض. ما شاء الله. نعم نقسموا هذيك، ويكون كما يقولوا خاصة في مناطق مثلا نقولوا تروح لمنطقة الأهل تاعك وين زايد، ولا الدوار تاعك، ولا الأهل البلدة تاعك، ويكون واحد كبير المنطقة يجمع هذيك الأكلات كامل، نديروا حساب باللي رايحين نديو باش ناكلوا جماعة. ما شاء الله. ونقسموا
يقسموا ذيك الاكلات كامل، ذيك الحلويات، ذيك الفواكه، وكانك تاكل من قفه جارك ولا قريبك ولا اهلك، وهكذا نروحوا سعداء وفرحانين وطيب يعني. هذا اللي يعزز العلاقات. نعم، يعزز العلاقات ويطيح الرحمه بيناتنا. صح، ونشوفوا ونصلوا هكذا بها، كانه يوم لصله الارحام. صح، وتشوف جميع يعني اكبر عدد من افراد العائله تشوفهم في هذاك اليوم. وهذاك اليوم ما كانش جيعان، هو يعني حقيقه يوم سعيد جدا. وهذاك اليوم ما فيش جيعان، هذاك اليوم لا ما فيهش جيعان صدقني، الناس كل في ذاك النهار كامل يصدقوا، كامل كل تاكل الفاكهه، كل في ذاك النهار كل تاكل الحلويات ما شاء الله. عندنا عادات اخرى، اننا مثلا اللي غادي للعروس مثلا خاطب كذلك يملا لها قفه خاصه بها ويزينها بالمبرجه والحلويات والفواكه ويديها لها ويروح يزورها. اللي عنده بنات وكذلك زوجات كذلك يروح يزورهم، الام والمهم العائله تاعها تملا لها قفها وتروح تزور بنتها وتدي لها تقول ديت لها ربيع البنتي. شحال هايلة عاداتنا وتقاليدنا، يعني ما أجملها. صح، وهذه قمة السعادة. صح، أننا لنا عادات وتقاليد يعني مولود. شفتي علاش احنا مصنفينا سعداء؟ نعم أكيد، هذا كل شدني خويا لطفي ليكم الموضوع تاع اليوم السعادة، لأن السعادة كثير من الناس يحصروها في زاوية معينة. صح، فقط في دائرة ضيقة يحسوها مثلا ممكن تحصر غير عند الزوج، المهم انك تتزوج. صح، ممكن يحصروها غير في عمل. صح، ممكن يحصروها غير في ابناء، ممكن يحصروها غير انني انجح وفقط مثلا في الدراسه. صح، كل واحد فاش يحصرها، لكن السعاده هي كما يقولوا مجالها كبير وواسع جدا. اقنع بما قسم الله لك تعيش ابد الدهر سعيد. السعاده هي في نفسك انت، خليها انت انك الحمد لله انني ولدت في بلد عربي مسلم جزائري، انا اسعد بهذا البلد. صح، اسعد انني ولدت في بلد مسلم أول حاجة. ثاني حاجة أنني أسعد أنني يعني عندي نعم كثيرة ندمج لها الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله عندي نعم كثيرة، يعني أتدبر ملكوت الله، عندي صحتي، عندي عينية، عندي رجلية، يعني ندمج الناس اللي ما عندهمش تخصهم صحتهم. إذا الصحة والهناء نعمة الأمن، إذا نعمة يعني كذا نعم كثيرة. الحمد لله. ممكن أنه الإنسان يدنق للسعادة تاعو، المهم أنه يفعل الخير. صح، أنه الله كما يقولوا طوعه أو سخره لفعل الخير. أنا شخصيا سعادتي أنني يقدرني ربي ونعمل الخير دون مقابل لوجه الله. لا يحرمنا ويحرمنا من شرور. اللهم أمين. مثلا أنني أتعلم وصفة طبخ على الشيف حسين وديرها لوليدات اليوم، وزوجي هي أسعد أيام حياتي. صح صح. نعم، قمة السعادة الإنسان أنه يقدم أو يقدم ما يفرح الطرف الآخر. أنا عندي هذه هي السعادة، ويعيش اللحظة بسعادة، ويعيش اللحظة بسعادة. نعم، عيش حياتك. صح، عيش أيامك. صح، عيش لحظاتك. سبحان الله، يعني كانت واحد اللعب واحد رطب متحركة تعجبني، فوليانا تقول لك أنا سعيدة. صح. نعم، لعب السعادة دائما. الإنسان ما ينكدهاش على حياته لأنها آخرتها موت. صحيح. صحيح. نعم، إذا الإنسان يعيش سعادته ما يحصرهاش، يدنك ذل الناس اللي عار منه، يقنع بالشي اللي راه يملكه، أكيد راح يكون سعيد. ونحن سعداء جدا باتصالك. والله غير انا الاسعد اني تواصلت معك خويا لطفي ومع الاخت ايمان. شكرا لك حبيبتي. وما ننساش كذلك الشيف حسين، يعني حقيقه سفير المطبخ. نعم، يقدم وصفات جد رائعه، يقدم وصفات يعني محافظه كثيرا على الاصاله المطبخ الجزائري، ما يديرش اضافات كثيره، يخلي ويمد سر الطبخه نتاعو. صح، ما يبخلش. وصفات ناجحه، يعني كما يقولوا يمثل المطبخ الجزائري بكل فخر واعتزاز. شكرا شكرا. شكرا خويا لطفي. شكرا. ونقول لكم نهاركم مبروك وطيب وزين. ربي ان شاء الله يحفظ امهاتكم. ان شاء الله. ربي يسعدهم. ربي يهنيكم في بيوتكم ومع وليداتكم. ان شاء الله يا رب. وربي يعطيكم الصحه والهناء. ان شاء الله. ربي يخليكم دائما متالقين وناجحين. بيكم وليك وللاخت ايمان وللشيف حسين. شكرا لك، يعطيك الصحه على الدعوات. شكرا. وعلى هذه الطاقه الايجابيه. شكرا والله، طاقه ايجابيه رفعت لنا من المعنويات. ربي يخليها دائما ويزيد لها سعاده على سعاده يا رب. كما قالت القناعه هي
كنز لا يفنى وهي الصح. كنز لا يفنى وكاين الناس تسيبوا سعادتهم في المطبخ صح كما قالت كما شاف حسين. حسين يفرح كي يكون يطيب في المطبخ تفرح حسين وكي ناكلوا ماكلتك وتعجبك بزاف او تعجبنا بليتو. تعجبني اللي هي كي نشوف هكذا الناس ياكلوا كما السيده كانت دوكا قالت يعني كلام صح حقيقي يعني صح. واحد الانسان دائما انا كي نحب ندير وصفه ولا ما نديرهاش غير هكا من راسي وساي يعني نحب نسي كيفاش نوصلها الرساله هذه للناس اللي راح بعدها راح يدونوا يعني الوصفه وراح يجربوها. انا نتمنى جاي من يعني المشاهدين هذيك الوصفه تنجح لهم ويفرحوا كي يقولوا يعطيه الصحه الشيف حسين. تسمع كلمات كما سمعتهم من السيده هذا الشيء يزيد احسن تكريم يكون من الناس. نعم هو الصح الناس انا كي مرات يقولوا لي انا صراحه هذا ممكن هذه الطبيعه فيا ممكن في الناس عندهم ولا ما عندهمش. انا مثلا ممكن نروح هكذا يكون في حفلات هكذا ولا يكون انا ما نكون باش نوجد يعني الوجبه هذه كل حاجه كي يكون معايا لاسيستون معايا ولا لاسيستون اللي تكون معايا ولا نعطيها نقولها كي ذوقي تخضر فيها كتقول علاش ما تذوقش انت ذوق انت اللي راك طيب نقولها انا راح نطيب للناس وانت واحده من الناس هذو نقولها بس كي ذوقي انت تقولي لي باغ مليحه خلاص انا عارف اللي الناس كاع تعجبهم لانه نثيق بيان سور في لاسيستون يكون معايا نثيق فيه. وحاجه ثانيه لانه كي ذوقوا هما يعطوني رايهم باسكو انا الماكله كنذوقها ممكن انا تعجبني ممكن الناس ما تعجبهمش وهذا هو احنا كنا ثقه فيك. الله يشكرك. شكرا شيف حسين ونعزوك بزاف ونحبوك بزاف في البرنامج. جي وراء كنز حاكم خريطه في يدو يفك في الرموز وغيره. احنا اليوم صعب لنا الامر دكتور فتحي بن اشنهور يخلينا نفك الرموز ونحاولوا نتوصلوا. احنا موضوعنا لو بارز لانه تناقشنا مع الدكتور معاه هو على علم وعلى درايه مسبقه به بفضل فريق الاعداد اكيد اللي صار دائما على اختيار المواضيع. موضوعنا باين هو جائحه كورونا وهذا الوباء وهذا الفيروس اللي يتغير في كل مره. لكن في كل مره عودنا بخرجات ودكتور حبنا شنو اليوم جاب لنا لعبتين اعطونا مخرجنا نشوفوا اللعبتين اللي راهم عندنا. صباح الخير دكتور. فقط عملوا لنا زوم. صباح الخير. هاكم مبروك. نهارك سعيد. يعني اليوم جبت لنا الغاز نحاولوا نفكوا فيهم. انا ربطت اللعبه الاولى اللي شفتها عندها شكل فيروس. فيها هذوك الاشواك اللي خارجين وغيره عندها شكل تاع فيروس. تلميذ مجتهد. صح؟ صح. لكن السؤال اللي راه يطرح نفسه خليتنا نحاولوا نربطه ما لقيناش الربط. ثانية. مكعب الذكاء هذاك الواش. وش علاقته بالفيروس؟ بالكورونا. راك طرحت شغل عندك حاجة تحل اللغز تاعها. أولا لازم نفهموا بأن الآن المعلومات اللي هم طايحين على المشاهدين ومعلومات يعني والله العظيم لا تدهش. يقول لك الفيروس وبعض من الحالات يعطيك أرقام علمية SX2234 تقول راك فيه. لازم التربية الصحية لازم المعلومة العلمية تبسطها باش توصل والهدف تاعك هو يفهموا ويشاركوا معاك في محاربة مرض ما. أولا الفيروس نقولوا الفيروس هاو الفيروس يجي مدور هاي شغل لعبة وشوف ما كنا نستعملوا الإلكترونيك وكلش كاين في المحيط اليومي تاعنا عندنا لعبة هاو كيف مديور الكوفيد مديور هكا نفس الشيء تاع الفيروس تاع السيدة مديور هكا. الفيروس ما ماشي حي الفيروس عنده مفتاح الحياة أكثر وين يروح كيفاه يدير هذه الشوكات اللي خارجين هذا يشبه شغل الفلاش ديسك هم يعرفوه من المواطنين فلاش ديسك عنده معلومات كي ديريه في كاش اورديناتور يفرش لك المعلومات هذوما هما اللي يترشقوا في ذات الانسان خاطر هذا بسمه مثلا انا عندي الفيروس ساكن فيا كي راني ناظر الفيروس يستعمل وسيله الهوائيه بيروح عندك باش يتنقل باه يتنقل ولازم يكون قريب خاطر لا كان تكون مسافه كبيره يطيح. خلينا نقربوا الصوره للمشاهدين اكثر نشوفوا تقرير
عددناه من اجل تسليط الضوء على الموضوع اللي احنا نعالجوا فيه باش نحصوا في الصوره مشاهدينا، من بعد نكملوا في حل اللغز اللي جابوا لنا اليوم. اذا هذا هو موضوعنا، راح نفصلوا في نوعيه هذه السلاله الجديده، والسؤال الاهم لماذا تحدث الطفرات في الفيروس، وما هو الاختلاف هل في سرعه الانتشار ام في سرعه الفتك؟ كل هذه الاسئله ربما سيجيب عليها اكيد دكتورنا فتحية بن أشنو إن شاء الله. اللي كان بدا يشرح لنا في الفيروس. قلنا باللي الفيروس جاي مدور، والاهم في الفيروس اللي خطير هما هذا السكات، هذا جاوا يقولوا له تاجي وكانه فيه تاج هكذا، تاج هذا السكات. هذا السكات تتكسر لما تدخل ذات الانسان، تتكسر هذا على المستوى تاع المجهر ماشي كبير، تتكسر وتنغرس تنغرس. قلت لك كي الفلاش ديسك وبدا تعطي الاوامر باه تستعمر هذيك الخليه اللي تسكن فيها، تقولها حبسي تعطيها اوامر اخرى، الخليه تبدا تخدم في خدمه الفيروس ويبدا يقوى. هنا لازم على قلت لك انا نقولوا هنايا مثلا السلاله البريطانيه، السلاله البرازيليه، السلاله يعني لازم نفهموا بان الفيروسات ماشي الا وفقط في الكوفيد، الفيروسات وكاين الوفات لا ماشي ملايين انواع من الفيروسات وجائحات راهم جايين في المستقبل. أن نهضر على المستوى الانسانيه على البشريه مش في الجزائر. الفيروس لازم نفهمه بان هذه قدرات من عند الله اعطاها له. الفيروس يغير الشكل تاعو، هاي على جبت هذه انا عرفنا اللغز هذه. وثانيا كل مربع، هذه هنا مربع ما هو في الشكل تاعو، كل مربع عنده وظيفه. كي يكون هكذا عنده تسميه وعنده، ولكن هو بحد ذاته يغير الوجوه تاعو، هاي على جبت هذا فهمتي الاخر. دونك ماشي غير الكوفيد 19، كل الفيروسات يغيروا الشكل تاعهم، كل ما غير الشكل تاعهم تولي عنده وظيفه اخرى. كاين تغير ما عنده حتى تاثير، ما عنده حتى تاثير يعني عادي، والفيروسات يوميا يوميا يغيروا الشكل تاعهم. الفيروسات راني يعني نستعمل الجمع يغيروا. المشكل وراه المشكل، اولا كل ما يصير تغير تبان حاجه جديده. الان اللي راهي في التغير على خطير كلي زاد في السرعه تاع التنقل نظرا للشكل اللي كان من قبل في البدايه. بدا يتطور. بدا يتطور، خلاص هو يتطور. السؤال لماذا يتطور؟ هذيك ماناش عارفينها من الناحيه العلميه، مانيش عارف شكون اللي يعطي له الامر يتطور، هو بحد ذاته يتطور. ينحي فيستايرد كيما هنايا رانا هكا يتطور حاجه عاديه. وكل ما يتطور كل ما يغير الشكل تاعو كاين اسم. نعطيو له اسم على هذا. وين هو الاسم؟ هي في الحقيقه ما نستعملوش الاسم، في الحقيقه الباحثين يستعملوا رموز، ارقام ارقام رموز اس دبليو 25 اس كذا، ولكن ما كنا نقولوها للمواطنين. هذه يا حاجه شغل علميه لا شغل مثلا هذا الكاميرا عنده معطيات باه يتكلم مع الزميل تاعو، ما يتكلم له بالفاظ تقنيه علميه تقنيه. وعلاه يقولوا هذه اللي نفهمه، علاه يقولوا الفيروس الانجلي فيروس سود افريكا؟ ما عندها حتى معنى. الفيروس قاعده كاع لي فيروس ما عنده لا جنسيه لا باسبور، لا يطلب منك التسريح باه يتنقل من جهه الى اخر ولا غير. الفيروس حر وهو اليوم مسيطر على العالم. ربما اول ظهور ليه في مكان ما ينسب لهذاك البلد، هذا هو السبب. لماذا مثلا ايبولا؟ ياك ايبولا، ما هي ايبولا؟ ايبولا هي قريه في افريقيا وين طبقت تقاليد العلم، طريقه العلم، هي لما اول اعراض كلينيكيات لاحظناها، وهي مثلا ايبولا على نقول ايبولا اول اعراض تاع المرض ايبولا الله يستر دياري سونغلونت يعني بالدم تصابوها ثمك. العلماء صابوها اب، وحنا العاده في العلم في الطب
النهار اللي تشوف الاعراض اول مكان اللي تعطيله تعطيله الاسم على يقولوا له فاريون انجلي السلاله الانجليزيه ماشي عندها باسبور انجلي ولا لا. العلماء لاحظوا بان سرعه التنقل اول حاجه كانت نورمال كي بدات الجائحه بدات نورمال بسرعه ما حتى صابوها بانها تطلع حتى 70%. لاحظوا قالوا اوب هذه سلاله جديده وكثر لاحظناها في انجلترا اعطيناها اسم تاع انجلترا. والعلماء واحد اخرين تاع جنوب افريقيا تاع البرازيل تاع والتغيير هذا جاء الا وفقط في المربع تاع التنقل. كاين مربع اخر الله يبعده علينا تاع قاتل يولي قاتل بسرعه. كاين التغيير اللي ما عنده حتى تاثير وهذا كل فيروسات تغيير. مثلا الفيروس تاع الغيب هذا مشكل في صنع التلقيح في صنع لي باكسا. الفيروس تاع الغريب كل عام يتبنى ينخدم ينصرع فاكسا على حساب الشكل تاع الفيروس ولكن اثناء صنع الفاكسا في لاغريب هذاك الفيروس تغير دونك الفاكسا ولا ما عنده حتى فعاليه. ولكن العلم عنده حلول عنده حلول والان راهم يخموا الان المرحله واحده اخرى وين الفاكسا ما فيش سلاله واحده في ثلاثة ولا أربعة سلالات راهم بداوا يخدموا فيه في المستقبل تاع هذا بالنسبة للإنفلونزا الموسمية يعني الموسمية. بالنسبة لكورونا دكتور بناء شنو هل دوكا كل البريطانية يديروا لها لقاح الجنوب إفريقيا لقاح وشنو هو الحل؟ هما ياخذوا السلالات ويشوفوا كيف توزيعهم يعيطوا لها علم الوباء توزيعهم دونك عندها بأنها راهي موجودة لآخر. ثانيا يشوفوا الخطورة تاع هذيك السلالة التنقل السريع لازمك تاخذي إجراءات أخرى مثلا تركزي على التوصيات للمواطنين بهما تباعد اجتماعي هنايا كل سلالة ماشي راح تدير شلل في العلم ولا حاجة لا ماشي يديروا فاكسين تاع ولكن دوك راهم يشوفوا وراهم السلالات اللي أقوى في العدد اقوى في العدد مثلا ما يسمى السلالة الإنجليزية راهي منتشرة كثير في اوروبا هي منتشرة كاين سلالة اخرى ما يعني ماهيش منتشرة كثير ركزوا في هذا الباب نقولوا لما ندير الفاكسان ندير السلالة الإنجليزية ندير السلالة على حساب الخطورة خاطش لازم نفهموا ماشي كتنجا هذا الكوفيد 19 وين تفكرنا بان كاين تلقيح وكاين طيب الفاكسين اللي كامل كنا ننتظروا فيه وخلاص راه تم توزيعه في الجزائر وفيه بزاف ناس كاين ناس فئه اللي دات هذا اللقاح هذا اللقاح الناس اللي داو هذا اللقاح يقيهم من السلاله الجديده ولا لا؟ راهم بحوث يوميا في المخابر العلميه وحاجه اللي مدهشه وانا نتمنى الجزائر تولي هكذا نشاركوا في هذا النقاش وفي هذا التبادل المعلومات تاع البحوث راهم يسابوا بان فعلا خاطش لما دير التلقيح واشنو راكي تجيبي معلومات لذاتك بالاخص جهاز المناعه تقول له رد بالك دوك يجيك هذا الفيروس هذا اللي كان معروف هذا اللي كان معروف ونشوفوا الجواب تاع ذاتك لا راهي قادره لان جهاز المناعه وكاش نهضروا على الجهاز المناعه الجهاز المناعه كيف تقويه ماشي تقول له كل فيتامين واسي وكلش في حياتك اليوميه في النمط الغذائي في النوم في كل حاجه الجهاز المناعه تاعك يكون قادر ان يجيب لك معلومه شغل جيش نجيب له معلومه يتعرف عليه باش يحاربه عندنا اصلا اللقاح يستعملوه من الفيروس بذاته صح؟ بالفيروس بياسر قبل ما يتحول لكن كي تحول الفيروس اللقاح اللي صنعوه راهي يفيد ولا ما يفيدش؟ البحوث راهم يبينوا خاطش كي يلقحوا الناس راهم قريب ملايين تاع الناس يلقحوا راهم يقيموا علميا الجواب تاع جهاز المناعه اذا تقبل ولا لا اذا تقبل ولا لا لليومنا هذا مازالوا البحوث قال لك يتقبل
بالاخص ضد الفيروس تاع الانجليزي هذيك قال لك يتقبل وراهم وما كانش لقاح واحد راك تشوف مثلا يوميا على قلت لك هذه عندها اهميه لازم المواطنين يوميا كان يتبدل نشر النشر نشر نتائج البحوث انا شفنا استرازينكا حبسوه اللقاح ماشي حبسوه كاين بلدان اللي منعته يعطيك صحه يعطيك صحه اللي واسو اللقاح من الزمان اولا نشوف شحال من العدد تاع الاخوات درنا لهم اللقاح راهي تقدمت الامور رانا واصلين حتى الملايين اللقاح بحد ذاته يعطي بعض الاعراض يعطي بعض الاعراض وهذوك الاعراض نطالعوا عليهم الاشخاص راهم شكون هذا ياخذ اسمه وداروا دراسه اعمق داروا دراسه صابوا لليومنا هذه غير كما بانت عندها 48 ساعه بان الناس تراجعوا كما قلت الدول حبسوا وكاع راهم تراجعوا لان صاروا دراسات لازم نفهموا بان كاين خبراء يدرسوا يتبعوا بدقه يوميا بدقه كل لقاح ينجم يعطي بعض الاعراض كاين اللي خطيره وكاع ولكن هذاك اللقاح مرتبط بالوضعيه الصحيه تاع الملقح ملقح صابوا دونك هنايا المشكل ماشي المشكل ما صابوا بان استرازينيكا بانه هو اللي ما عنده حتى تاثير في كي بانوا هذوك الاعراض اللي قال لك الدم يتكبد وقلت صابوا لليومنا هذا الدراسات في الالوفات في الملايين تاع المرضى قال لك ما عندها حتى علاقه صرالو هذاك الحادث كان راح يصرالو بالفاكسان ولا بلا فاكسان بدون فاكسان اوكي ولكن الفاكسان يقعد بانه اهم حنايا للاسف انا نتاسف تعطلنا شويه في الفاكسان ماشي حنا تعطلنا اللي لازمنا في المستقبل نتبعوا درس لان العلاقه الدوليه ما كان لا حبيبك لا عمك لا خالك صح لازم تكوني انت قادره هما راهم يدابزوا في المطارات يعني في الاخر الناس يجيبوا حنا نهضروا على الشكاره دول كبيره قويه جابوا الشكاره يجيب لك الشكاره يقول لك اعطيني الفاكسان دي ها هي وراهي لازم نحن في المستقبل ناخذوا صوالحنا ونخمو ونطوروا البحوث حول الفيروس والجزائر عندها تجربه كبيره ومانيش نهضر عاطفيا يقول لك جزائري او يهضر على الجزائر لا نهضر عندنا الحمد لله علماء عندنا ناس طيب بذكر الجزائر دكتور اللقاح اللي يديو لقاح في الجزائر راح تكون فيه متابعه ومرافقه ولا خلاص ندير له لقاح ونخليه يروح لا كاين هذيك يعطيك الصحه احنا مدة عشرات وعشرات سنين عندنا برنامج ونظام التلقيح انت هي اليوم يشوفينا داروا التلقيح وعندنا هذاك الدفتر الصحي نجيبه وكلش في هذاك الكارني نكتبوا واش من الرقم تاع المرجع تاع هذاك لو فلاكون خاطر كل فلاكون شتو فيه معطيات ارقام وكلش هذه اللي كنت وكنا حنايا مازلنا ماشي ما نقولش كنا رانا للان لي فاكسان تاع الاطفال الصغار ياكن فاكسينيو بلا ما نديروا القلال والله العظيم ونحيي نحيي نحيي الممرضات اللي في مراكز حمايه الامومه والطفوله في لي بولي كلينيك الاخر هذوك كانوا يعسوا يقولوا للام ادي انا فاكسينينا نخبروا بان الليله الاولى تجي شويه حمى وتجي كذا كاش ما كاين لاحظتي كاش ما وليدك عاودي جيبيه لنا وكنا انا ذاك في المراكز الصحيه القاعديه بولي كلينيك اي اوتر كنا نسجلوا الامهات تعطيني كارت ديدونتيتي وين واسمك وشكون وين تسكني الهاتف التليفون اعطيه لنا هذه احنا موالفين بها هذه عندنا تجربه كبيره ماشي فاكسينيه ورحت تربح رحت وكان كنا سؤال
هل عندك مرض مزمن، هل عندك كذا، هل 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 يعني فيه متابعة. متابعة هذه ماشي كيف يقولوا كي جا الكوفيد 19 بمناسبة هذه الجائحة وهذه الهضرات من قبل صح من قبل ما مقبل مدة عشرات وعشرات سنين. نهضر مش نهضر عاطفيا ولا وطنيا، لا الجهاز الصحي في بلادنا كان الاشخاص لما نقولوا جهاز صحي يعني راهو الاخر الاشخاص. قلت لك نحيي الممرضات، نحيي الاطباء اللي موجودين بالاخص حمايه الامومه والطفوله دايرين برنامج خاص للتلقيح صح. ويعرفوا بعضهم. وحنا نحييوك انت يا دكتور بن اشنو. واش اللي يخليك سعيد؟ احنا هو موضوعنا الرئيسي نهار اليوم، كيفاش تنظر للسعاده؟ نقول لك حاجه هاني نكشف لك كلش، انا ما نخبيش. انا يقولوا لي كنت نسمع كي كنت في القاعه الرجال الداله تاعي كنت نسمع السعاده وكلش جات في بالي هكا. شوف السعاده انا شخصيا النهار اللي راك تفيد كاش واحد، تفيد كاش واحد، ولما تشوف التبسيمه في وجهه والسعاده لما والحمد لله تصيب في مقهى ولا في الشارع ولا في محل تجاري يعطيك صحه طبيب راك فتنا معلومات يعطيك صحه وهكايا. والله العظيم والله شاهد على كلامي هاي السعاده لما تفيد واحد بمعلومات. مثلا كاميرا من هذو سيدي جان، هذو سيدي جان ما كانش يعرف ولكن كاين اللي اكبر عليهم يقولوا دير هكا يعطي له معلومات. هاي السعاده تبادل وتطبيقية يعني ماشي فلسفية، سعادة تطبيقية. وانت وين تكون سعيد كي تكون حاضر معنا دكتور. أنا أشد سعادة اليوم. يعطيك صحة دكتور. عندي واحد الكلمة شغل أفلام مصرية لطفي نقولوا يا حرامي عندها مفهوم آخر في الأفلام تاع مصر يعني حيلي يعني فاطن يعني ذكي ذكي صح. الأفلام القديمة تاع المصرية هذوك ملاح يا حرامي يا حرامي. إذا مفهوم السعادة صحي يختلف من شخص لآخر. إن شاء الله فهمت الفيروس واش فهمت 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 هي. أنا كنت حسبت جبته على جال السرعة لأنه قلنا أن الفيروس غير في السرعة وهذا أنك تكون سريع باش تبدل في الألوان. كل مربع عنده مهمة. كل مربع هاو هنا أبغض أو يقوى والعدد هذا واحد مي هذو ملايين تاع الفيروسات لما يديروا التغير. انا المشكل ونطرح لك المشكل تاعي سبحان الله العظيم كل يعطيه الامر يغير. هاو السؤال يعني نطرحه انا ونقعد قرديه لي صح طفره منين تجي هذا هو السؤال علاش يتبدل علاش الطفره منين تجي سبحان الله سبحان الله. انا قلت لك قبل ما كل شيء سبحان الله هذا هو السؤال شكون يعني يعطي له الامر باي يتغير ويتغير عده مرات ألوفات يكون هنا يولي هيك وكلش. وهذا المعلومات ماشي الا وفقط في الكوفيد كاين قلت لك ألوفات لا ماشي ملايين تاع لي فيروس وكاين مخابر راهم يتبعوا خارج الكوفيد اب هذا زغد من هذا بن من هذا وتبادل العلم. على قلت لك نتمنى ان شاء الله الجزائر تشارك في هذا التبادل العلمي صح. الفرق تاع الباحثين الجزائريين وحنا كانت عندنا يا ودي من بعد كاش نهضر عليها. خلينا نشوفوا السعاده لو عايش الشيف حسين ويحضر في اطباقه يعيش في عالم اخر الشيف حسين يكون كانه وحده في العالم صح حسين؟ صح. اها واش راك دير؟ راني مع الكويس تاع لي بولي اللي قلنا عليهم يعني فو بولي تاع نعم شكلنا مع التشكيله هذه قلنا البطاطا بعد هذه نروح نروح الفريو عارف مين جبتها وين تربات واش نال الدجاجه هذه ماشي دجاجه هذه الدجاجه وغالي دوكا الدجاجه وغالي هذاك شحال دكتور؟ الحق 45000 كيلو يا اخي ما يهمنيش لو كان تخلص 45000 وصافي ودي دجاجه صافيه لازم كيف تربى وشكلها الان هذه هي المعطيات يعيطوا لها الترسابيتي يعني الجره الجذور تاعها الان لما تروح في اوروبا كاش محل تسمع يعني نسمع محل تجاري تصيب طرف الحم محطوط تشوف شكون رباه وين وشكلها وشكون اللي رباه يعني معطيات تاعو كلها موجوده. شكرا على كل هذه المعطيات دكتور فتحي بن شنو. رايحين على فاصل مشاهدينا من بعد راجعين تفضلوا.
فمن بسببها يجوا آفات أكثر بشاعة منها اللي هي آفات المخدرات. كيف يرى المشرع الجزائري والقانون الجزائري للمخدرات؟ طبعا سنفصل في هذا الموضوع وهذه الجريمة مع أستاذنا محمد بن تيفور. صباح الخير أستاذ. صباح النور. أهلا وسهلا بك. شكرا جزيلا على الكلام. إذا آفة خطيرة جدا، يعني هي قديمة ماهيش دخيلة ولا ماشي حاجة جديدة، وإنما انتشرت بسرعة رهيبة مؤخرا في أوساط الشباب واختلفت ولا فيها أنواع وأشكال وكلها للأسف تذهب العقل وتؤدي بالهلاك لكثير من الشباب والمواطنين. أستاذ، كيف يرى المشرع الجزائري لهذه الجريمة، جريمة تناول أو استهلاك المخدرات؟ شكرا جزيلا اختي من بعد. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. تحيه طيبه منيره جميله لكل وعموم مشاهدينا الكرام. يعني كنا تفضلتي وقلتي انه هذه الظاهره هذه تحدثنا عليها مرارا وتكرارا، فلا باس بذلك في الدعوه، وطبيعة الحال نذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين وتنفع الجزائريين بطبيعه الحال، يعني تنفع المجتمع الجزائري. يعني هذه الآفة هذه ولا المجتمع الجزائري يعاني، يعني أنا نقولها راهي آفة مريرة وتسبب ألم للعائلات الجزائرية، تسبب ألم ومرارة وحسرة للعديد من الأسر الجزائرية. يعني وتشكل بطبيعة الحال يعني ظاهرة من الظواهر التي باتت تؤرق الدولة الجزائرية في حد ذاتها والأسر الجزائرية في حد ذاتها. يعني استوجب دق ناقوس الخطر نتيجة يعني الضرر يعني الكبير اللي سباته الظاهرة هذه اللي هي آفة المخدرات طبيعة الحال بشتى أنواعها. يعني المجتمع الجزائري احنا كنا نعرف المخدرات فيما كان يعرف ب القنب الهندي وما يعرف حشيش بطبيعة الحال كرمكم الله بما يعرف بالزطلة. والآن أصبح المجتمع الجزائري ولا دعني أن نقول المجتمعات العربية ومجتمعات اللي أصبحوا يتناولوا المخدرات الصلبة المعروفة بالحبوب المهلوسة المؤثرات العقلية، وحتى دعيني أقول المخدرات التي باتت تعرف بالكوكايين والهيروين ومشتقاتها وللأسف مشتقاتها كثيرة. يعني هذا الباب المشرع الجزائري كان حصرها في قانون الوقاية، يعني قانون مكافحة المخدرات والوقاية منها في سنة 2004، واستحدث العديد من المواد التي يعني من شأنها أقول تخفيف من حدة خطر هذا الخطر الداهم الذي أصبح يهدد المجتمع الجزائري، وأصدر العديد من المواد على غير المواد من طناش إلى يعني في نفس القانون هذا من قانون الوقاية ومكافحة المخدرات قانون طناش، يعني يعاقب المستهلك لهذه المخدرات ولا المواد هذه يعاقبه الاستهلاك. احنا نتحدث عن الاستهلاك الان تعاطيها بطبيعة الحال شكرا اخلط فيه من شهرين الى سنتين وبغرامة مالية من يعني 5000 دينار الى غاية 50000 دينار جزائري. يشمل اي مادة تعتبر مخدرة؟ مخدرة بطبيعة الحال. لا 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 المواد. شوفي احنا التصنيفات قلت لك بالنسبة لطبيعة الحال بما يعرف قديما بالقنب الهندي ومشتقاته صنفها المشرع الجزائري في جدولين، أقول الجدول الأول الجدول الثاني. بعدين بعد ما تطورت الأمور وأصبحنا نرى الحبوب المهلوسة المؤثرات العقلية شتى أنواعها، زاد استصدر المشرع الجزائري صدرها في على شكل أربع جداول. هذه الجداول هذه مصنفة حسب درجة تأثير هذه المؤثرات العقلية، يعني خطورتها بطبيعة الحال. قلت لك الاستهلاك في حد ذاته لهذا الامر هدايا يعاقب عليه القانون الجزائري من شهرين الى غايه سنتين حبس نافذ وبغرامه ماليه من 5000 الى 50000 دينار جزائري. يعني هل من ضوابط مخرجنا راح ننضم للفريق للجلسه، يعني هل من ضوابط او معايير يحدد من خلالها العقاب؟ لانه للاسف في كثير من المراهقين يبحثون عن السعاده الوهميه اللي يوهموهم من خلالها، يقول لك لما استعطى مهلوسات ومخدرات راح تعيش نخوة نشوة ونخوة ونخوة وسعادة وغيره عابرة عامرة، يعني
هي بطبيعة الحال هذه المخدرات تذهب بك بعيدا، تذهب بك إلى عالم آخر، يعني طبيعة الحال حسب تخيلاتهم، يعني يخيل لهم أنهم يذهبون إلى عالم آخر بفعل تلك يعني المواد ولا الأقراص، دعيني أقول بعض الأقراص اللي تناولوها بعض الناس مرضى أمراض خطيرة جدا. مثلا ما هو شائع الآن بين صفوف الشباب الجزائري ولا حتى الجامعيين ولا أصحاب يعني الثانويات، بما يعرف بالبريغابالين اللي هي الصاروخ، هذا ما يعرف المصطلح الجزائري بما يعرف بالصاروخ. هذه المادة خطيرة جدا، هذه المادة فيها تصنيفات صيدلانية، هذه المادة بالرغم أنها ليست مدرجة ضمن الجداول الأربعة اللي كنا تحدثنا عليهم المجرمة لهذا، لكن شدة ودرجة الخطورة اللي رم يستعملوها هاد الشباب هادوما الآن والشابات بطبيعة الحال لازم ندقوا ناقص الخطر. أصبح الفتيات يأخذونها بطريقة يعني خطيرة جدا، يعني قلت لك درجة الخطورة أصبح المشاهد الجزائري والقضاة الجزائري يكيفونها على أنها مخدر وعلى أنها مؤثر عقلي، وانها يعني لها مضاعفات ولها يعني ردات فعل اخرى الا اللي تناولها من اجل التداوي. لا، من اجل التداوي، هي وعدت هي لغرض التداوي. الخبره الطبيه لهذا البريغابالين هذه يعني تعطى للمريض، يعني اللي عنده النقرس بطبيعه الحال، اللي عنده النخاع الشوكي تاعو ضعيف، ولا عنده حيدير عمليه في المجال تاع يعني بطبيعه الحال ليرني ديسكا بما يعرف به العظام، العظام يعني العظام. هي تعطي ما تعطي يعني جرعه قويه للعظام باش يحملوا الالم. لكن عند تناولها من طرف شباب، يعني هي لها عده تصنيفات، من يعني 50 150 ميلي غرام، 300 600، يعني والله تمد مضاعفات خطيرة جدا. هذا ما أدى بالمشعل الجزائري، هذا ما يعني هذا هو. كنا استضفنا طبيب وأعطانا تفصيلات مفصلة، توضيحات مفصلة حول سبب تعاطي تلك الأدوية والمشاكل اللي تعالجها، وقال أنه الأشخاص اللي ما عندهمش مشكل عضوي وما عندهمش ألم ويتعاطوا مثل تلك الأدوية تروح مباشرة إلى الدماغ وتدي خلية من الخلايا. بارك الله فيك ويعطي الصحة على التفسير هذا العلمي تاعو، التفسير الدقيق. علاه؟ لأنه ما خدتش، ما راحتش لمركز الألم، راحت مباشرة إلى الدماغ، مما يشكل أثر يعني رهيب جدا. يعني قلت لك بالتالي وبالتعدي تذهب إلى عالم آخر بطبيعة الحال حسب تخيلاتهم. قلت لك المشرع الجزائري شاف انتشار هذه المادة بطريقة رهيبة جدا، مما يعني أدى به إلى تكييفها من يعني مجرد مادة صيدلانية، مادة طبية يعني يتداوى بها، إلى مادة يجرم عليها قانون يعني بطبيعة الحال. هي قوانين رضعية لكن حفاظا وحماية على سلامة الصحة وبدن المواطن الجزائري. لأنه بزاف نلقاو في الشوارع أمراض شباب في مقتبل العمر، مجانين طبيعة الحال، نتيجة الأخلاق في بارك الله فيك الأخت إيمان، يعني نتيجة الخلط في هذه المواد. صحيح، خلط في مواد صيدلانية، خلط في مواد يعتقد أنها مخدرات ويعتقد بأنها بين قوسين كوكايين وهيروين وما شابه ذلك، وما هي إلا مواد أخرى. والله نفتحوا هذا القوس هذا، يعني نشوف كاين بعض المشعوذين أفارقة دخلوا لهذا المجال بقوة، هذا المجال تاع الكوكايين والهيروين، يحطوا بعض الأشياء يعني مضافة. بعض الأشياء المضافة ويقراوا عليها بعض الطلاسم، وبالتالي بالتعدي يجننون الشباب. يعني والله هذه الطلاسم هذه تصبح انت في اعتقادك انها بين قوسين بما يعرف بمونك او الاحساس بتلكم الحاجه، لا بصح نتيجه تلكم الطلاسم. والله موضوع والله. طيب القانون، نرجع للقانون للاسف ليجرم مثل هذه السلوكيات. قلت لك بالنسبه لاستهلاك الاخلاق فيه، شكرا. بالنسبه لاستهلاك المشرع الجزائري يفصل فيها، يعني كي عندما يتم القبض على شخص ولا شاب ولا دعني اقول اي شخص مواطن جزائري يقبض عليه يعني بطبيعه الحال بحوزته كميه يعني صغيره بغرض الاستهلاك الشخصي وفقط، يعني هذا يعاقب عليه من شهرين الى سنتين.
او بغرامه ماليه من 5000 الى 50000 دينار جزائي. هنا القاضي يعرف درجه يعني هو اللي يقدر العقوبه. اما يعني عندنا الماده ماده 13 نفس القانون تاع الوقايه ومكافحه المخدرات وافاتها، يعني الماده 13 تقول لك كل من تسلم وعرض تسليم والعرض، يعني هنا تبدا درجه التسليم والعرض من اجل استهلاك شخصي. تبعني، تسليم العرض من اجل استهلاك شخصي هنا يعاقب المشاهد الجزائري من سنتين الى 10 سنوات. انا بدات الحده من اجل الغرض الشخصي. ونفس الحال اللي التسليم والعرض للغير، يعني ليبيا لا ماشي المتاجر، التسليم والعرض للغير يعني. وهنا في فقره اخرى يقول لك تمدها انت القاصر او شخص معوق او شخص يعالج هذا الادمان، او تمدها في يعني مؤسسه اجتماعيه ولا في مدرسه ولا في مصحه ولا مفهوم درجه الخطوره تاع هذه الماده هذه، يعني من سنتين الى 10 سنوات، اضافه الى غرامه ماليه تقدر من 100000 الى 500000 دينار جزائري، يعني من 10 ملايين 50 مليون. يعني عندنا الماده طبيعه الحال 14 اللي تتناول واش تقول لك، اي شخص يعرقل حركه هؤلاء الاعوان الذين يحاربون هذه الظاهره، هذه الظاهره الاجراميه اللي هي ظاهره المخدرات، يعاقب كذلك بالحبس من سنه الى 5 سنوات طبيعه الحال وبغرامه ماليه. يعني الماده 16 واش تتناول اخلط فيه، اللي شاعت بطبيعه الحال ماده 16 اللي يمدوا الوصفه الطبيه هؤلاء الاشخاص، ما نقولوش بعض الصيادله هداهم الله، بعض الاشخاص بعض الاطباء اللي ما عندهمش الوازع المهني والوازع الديني والوازع الضمير الاخلاقي في هذه المهنه، يمدوا الاشخاص بمحابات. يعني المحابات، انت تروح عند طبيب باش يعطيك يعني وصفه علاجيه بطبيعه الحال، يمد لك ادويه يعني حسب الحاله تاعك، لكن انت تعرفه مقابل مبلغ مالي ولا مجانا ولا يعرفك محاباه. معرفه ما من المشاريع الجزائري قال لك محاباه، يعني هنا العقوبه حتكون من 5 الى 15 سنه وبغرامه ماليه كذلك متفاوته. هذا بطبيعه الحال درجه الخطوره تاع اعطاء وصفه هذا الطبيب، هذا الطبيب ولا الصيدلي ولا اي واحد، حتى اللي مدها له المستهلك بطبيعه الحال. وهذاك الشخص اللي يتقرب كذلك للصيدلي باش يقوم بشراء هذا الدواء نتيجه الوصفه هذه، الوصفه هذه اللي عطاوها له هذه تاع الادويه هذه، كذلك يعاقب بطبيعه الحال من 5 الى 15 سنه. يعني بالنسبه للطبيب الصيدلي، يعني انا لابد الحذر ثم الحذر في كذا يعني امور. كيف يتم اثبات ذلك؟ هل الصيدلاني مخول انه ربما تكون عنده نظره شوف الاخلط فيه ولا يغلط او يشكك في الوصفه اللي بدها طبيب؟ لا الاخلط فيه، شوف من جميع صيدلي على مستوى التراب الوطني يعرف هذه المواد المؤثره. مواد مؤثره معروفه بالتفصيل، يعني عندهم جدول متعارف عليه هاد الصيادله، عندهم جدول احمر بما يعرف بالادويه الممنوعه. لابد من التحقق من صحه تلكم الوصفه الطبيه قبل يعني البت في يعني الاعطاء. اذا راودوا شك، اذا راودوا شك الصيدلاني، اذا راودوا شك عنده الحق انه يرفض وصفه الطبيب طبيعه الحال، يبعثوه على الحال يبعثوه الخبره بارك الله فيك، يبعثوه مباشره يستعمل بما يعرف بالخبره، يروح لاكازورا بطبيعه الحال ولتما يصدقوا له على تلكم الوصفه. اذا صدقوا له بها نعمه، اذا ما صدقولوش عارفين بلي تلكم الوصفه مزوره او قام باستعمالها ولا محاباة ولا معرفة ولا سميها ما شئت، يعني فهمت الأخلط فيه. هنا صيادلهم يعرفوا هذه النقاط الحمراء أو الأدوية الحمراء المعروفة بالمؤثرات العقلية وما شابه ذلك، يعني يعرفوهم تمام المعرفة. وتلقى الكثير من الصيادلة غير يشوف يقرأ الوصفة يقولوا ما عنديش الدواء مباشرة،
كي لا يدخل في متاعب، تشوفوا خصوصا عندما يراه شابا في مقتبل العمر ويشوفوا بصحته لاباس عليه، وانت يمد لك الدواء تقرا الوصفه هذيك تلقى الادويه مؤثر عقلي سيد لاباس عليه في مقتبل العمر، ماشي يعني العلاقه المنطقيه بين الدواء وذلك الشخص ما تناسبش، يعني هذه العلاقه سببيه. نجوا الماده 17 والماده الخطيره بطبيعه الحال في هذا المد في المجال هو تاع الانتاج والصناعه والزراعه وما يشبه ذلك، يعني كل حاجه هذه الماده هذه خطيره جدا، ما يعرف بالمتاجره بالمخدرات. هذه الماده هذه يعاقب بالسجن من 10 الى بالحبس اقول من 10 الى 20 سنه، كذلك هو بغرامه ماليه من 5 مليون دينار الى 50 مليون دينار، يعني من 500 مليون الى 5 ملايير بطبيعه الحال. بطبيعه الحال يعني هذه الغرامه مشدده جدا يعني في هذه الحالات، لانه ما يخفى لكش انه المتاجره في كذا امور المتاجر له يعني تكلف الكثير من الاموال وتكلف الخزينه العموميه كذلك الكثير من الاموال. هنا تحدثنا عن الجنح من طناش، وحتى انه الحاجه الى تعاطي المخدرات يؤدي الى جرائم اخرى، يؤدي الى السرقه الاخلاط. انا نقول لهم دائما مرارا وتكرارا هذه المخدرات وخصوصا بما يعرف بالمؤثرات العقليه بالحبوب المهلوسه، خلينا القانب الهندي له ما نقولكش ما عندوش دول سمحاته اصلا اكيد طبيعه الحال، هولندا وبعض بعض الدول الجاره بطبيعه الحال تم تقنين هذا الامر هذا، لكن الاخلاط في ما يعرف بالحبوب المهلوسه هي اشد خطوره، اشد خطوره وهي ام الافات في المجتمع الجزائري. يعني شوف ما كاش جريمه قتل ما كاش فيها الحبوب، ما كاش جريمه اغتصاب وتنكيل وقتل وذبح وما يشبه ذلك ما كاش فيها العامل تاع الحبوب، ما كاش واحد يقتل فيكون في كامل عقله في الا في حاله شده ونادره. يعني دائما يتعاطوا هذه الامور هذه بعدين يروحوا للجرائم، السرقه دوكا من يسرقوا باش يسرق باش تكون عنده تلكم الشجاعه باش يسرق لازم يكون بين قوسين بما يعرف انني محامي ونعرف هذه الامور هذه هكا صحافه لازم يكون معمر راسه ويسرق باش يعمر راسه ثاني. بارك الله فيك على هذا المصطلح. اكيد لا يسرق دراهم لانه في كثير دكتور استاذ في كثير من الشباب للاسف ما يخدموش بطالين أكيد. لكن هم مدمنين على الحال. عندما تصل ساعة الدروة بما يعرف عندما يصل احنا اليوم لازم هذا الموضوع كما قلت انت نتكلموا شويه بالعاميه باش يفهموا المجتمع باش يفهم يعني المواطن الجزائري مصطلحات منتشره في كافه الاحياء في راقيه منها وال يعني دعني اقول حتى الشعبيه يعني كل هذه الظاهره مست كل الاسر للاسف قلت لك عندما يشعر بالمنك او بما يعرف بالحاجه الماسه الى تلكم الماده المخدره هي والله بطبيعه اليه يعني هذا الشخص هذا خلاص راه مدمن وصل درجه من درجه الخطوره يعني كي يوصل لهذيك الدرجه يدير اي حاجه كاين اللي يتعدى على الوالده تاعو باش يحصل على المال كاين اللي ضربها كاين درجه الخطوره حتى كان تسول له نفسه السرقه من اجل يعني يشري هذه الماده هذه للاسف فهمت درجه الخطوره قلت لك هذه الافات ام الافات الاجراميه في المجتمع الجزائري هذا علاش المشرع الجزائري راهو يرضع وراهو يزيد المواد ويشدد في قيمه في حده الرضع تجاه هذه الاشخاص الشباب هذو مساكن ما عندهمش بطبيعه الحال انا ما نلومهمش بدرجه كبيره وكذلك لازم متابعه من قبل الجهات الوصيه بصرامة. احنا دائما انا نقرا التعليقات تاعنا على البرنامج تاعنا هدايا والمرور تاعي في الصباح دائما يقول لك انت جايب لنا قانون عقوبات لا احنا نوعي فيكم انا نعطيكم نظره باش تتوعاو باش ما تحرفوش على جدة الصواب باش تكون عندكم يعني يعني اناره قانونيه على هذا المجال مانيش نجرم فيكم مانيش فيك. اكيد طبيعه الحال راه نشوف العاقبه تاع انسان يدنا لهذا المجال عنده هذه العقوبه ما طيب تدناش ما عندكش المحكمه او الجهه المختصه هي مكان الحد على
على المواد او البضاعه او المهلوسات او المخدرات، ولا موطن الشخص اللي يتعاطى؟ لا، دائما هنالك موطن لهذا الشخص، هذا الجانب طبيعه الحال المجرم اللي تم باختلاف صفه، باختلاف صفه يعني وين صارت الجريمه، يعني وين تم القبض عليه، يعني تم يباشر اجراء. يعني شوف الجريمه تاع المخدرات متشعبه، علاه؟ باسكو هنالك اشخاص سلسله، هي هنالك هرم، هنالك بائع بما يعرف بالبارون في سلم الهرم، يعني هو بدرجه هرميه يكون هو رئيس العصابه، وكل ما تشدد تكون عصابه كل ما تشدد، يعني يكون هذاك هو اللي راه في راس الهرم، هو البارون او بما يعرف ببارون المخدرات فلان، هو اللي يمد في الاحياء وما يشبه ذلك بما يعرف بالعاملين لديه. يعني هاد الاشخاص يعملوا لدى الشخص الفلاني، هما اللي يمدوا هاد السلع هذه في على مستوى الاحياء وما شابه ذلك. علاش التحقيقات في مجال المخدرات تاخذ وقت طويل؟ والضبطيه القضائيه ولا القضاه التحقيق ولا وكلاء الجمهوريه يعني يسعوا للقبض على راس العصابه، هما ما يهمهمش ذلكم الشخص المستهلك بقدر ما يهمهم الشخص صاحب ممول بارك الله فيك لتلكم السلعه. الشخص المستهلك على بالهم هذاك الشخص لا غالب عليه بالعاميه، لا غالب عليه، هو شخص مدمن على المخدرات يجيبها باي طريقه كانت. لكن الابحاث والتحقيق، انا نقول الاسر الجزائريه اللي عندهم الابناء تاعهم في سجون ربي يفك اسرهم وان شاء الله ما يعاودوش يدخلوا نتيجه هذه الافه، يعني التحقيقات في هذه الجريمه هذه تاخذ وقت جراء يعني البحث والتحري حتى يصل قضاة التحقيق ويصل وكلاء الجمهورية والضبطية القضائية تصل إلى المصدر، إلى المصدر الخيط الدقيق تاع هذا المصدر هذه. أستاذ، كاين بعض الظواهر الاجتماعية نشوفوها خاصة بالنسبة للشباب، نشوفوا في المساء يقعدوا في الحومات ويعني بيناتهم تصيب ربما مجموعة شباب، واحد فيهم يستهلك ولا اثنين والباقي ربما مقاعدين معاهم. هنا إذا تم القبض عليهم القانون كيفاش يتعامل معاهم؟ كلهم يروحوا يعني في قضية استهلاك ولا بالعكس؟ العبرة يعني العبرة بمن تصادر عنده تلكم يعني القطعة ولا تلكم السيجارة، العبرة بهذا. لكن عندما تكون الكمية كبيرة، هنا راهو الإشكال، الكمية كي تكون كمية كبيرة جدا، يعني تبدأ من نص نبدأ من نص كيلو يعني من رطل وروح تبدأ درجة الخطورة، يعني شايفة المخدرات هذه راهي كارثة، يعني دوك بين قوسين طرف صغير هكا كقطعة صغيرة جدا تؤدي بك الى يعني تاع الاستهلاك من سنة، من شهرين الى سنتين، فما بالك بكمية كبيرة. يعني قلت لك بالله عليك، يعني هذا الشخص هذا يحكموا عنده تلكم سيجارة، ولا يكون معترف انا تاعي هذه، واذا ما اعترفش مجرد الحيازه تخليه مجرم، ولا فيه تحاليل ربما يشوفوا اذا كان فيه سوابق؟ لا، إذا كان لا لا ماشي كلهم. شوف يعني العبره بمن تمسك عنده تلكم القطعه، ما من الحيازه تعتبر انت مستهلك، ما تعرفش انت حتى اذا حطوها له بلا ما يشوف. بس احنا يكتبوهم ديجا بعد واحد لا ما تساؤلات، هذه تساؤلات نشوفوا من خلال المواطنين كل الجوانب. اكيد اكيد تساؤلات هذه، ما ندخلوش في كيش يقولوا الشبه الكيديه، هذه الشبه الكيديه تلقى واحد بين قوسين يدير لك هذاك الشيء سكاره ولا شراها لك بين قوسين ولا. لكن احنا نوضعوا ثقه في الشرطه الجزائريه اللي تكشف كل شيء. اكيد صح، اكيد طبيعه الحال، يعني الله عز وجل خلق وفرق، لكن هي في حالات نادره، يعني جهاز الشرطه راهم ابناء الشعب الجزائري ولا جهاز الدرك ولا اي جهاز في الدوله الجزائريه. يعني احنا كي نقولوا مثلا جهاز الشرطه في حوالي مليون منتسب، محال راح يكونوا 950 الف كاع فاسدين، لا اكيد بارك الله فيك. فهمت الاشكال اخلط فيه؟ تلقى واحد في الالف واحد مفهوم. لا احنا ماناش نحكيو على بالي، ماناش نحكيو على الشرطه، لا 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 ايمان الاخلط فيه. فهمتكم جيدا، تحيه تقدير اجلال اكبر الى كل رجال الشرطه، الى كل رجال الامن، لان وظيفتهم انهم يكشفوا الحقيقه. احنا قلنا شخص
واحد زميله يكون معاه صاحبه هي قالت مجموعة شباب واحد يحط له شو بها الكيدية هذه هذه يحط له باش يركب له ذلكم الجرم يلصق فيه التهمة للأسف هنا هنا في هذه الحالة رايحين للزوج يعني بين زوجها لا هذا طبيعة الحال لكن التحاليل ربما يديروها يشوفوا إذا كان يتعاطى ما يتعاطى في حالة شدة الأخ لطفي في حالة شدة للأسف في حالة شدة هنا ما يعني من أحسن الإنسان يتفادى تماما أنه يختلط بهذا الناس يتفادى كل هؤلاء الخلطة بطبيعة الحال احنا نقولها بالعامية ملف ثقيل يحتاج إلى ساعات نعزو من خلاله كلمة في الأخير وش نقدر نقوله للشباب اللي مشاهدوا فينا بارك الله فيك احنا حكينا على الجنح هذه كلها جنح نتفضلوا الى المواد من 18 باختصار لكن هذا الملف فيه جنايات انت زراعه تاع القنب الهندي ولا الحشيش ولا العفيون اي جنايه الاستيراد والتصدير تاع هذه المواد اي جنايه يعني احنا تحدثنا غير على الجنح من 18 الى 17 غير الجنح يعني الموضوع متشعب بارك الله فيك اخلط فيه احنا نوعي وحنا ان شاء الله نكونوا قمنا باناره قانونيه بسيطه جدا وحنا اليوم نعممنا ودخلنا في مصطلحات يعني بسطناها لدرجه يعني حتى المواطن البسيط والام الكريمه والاب الكريم لو يسمع فينا والاخ الكريم والشابه الكريمه يعني هاد اصحاب لم يقراوا في الجامعات والثانويات يعني باش يتفاداوا هاد السرطان اللي راه ينخر المجتمع الجزائري ان شاء الله يكونوا قد الصوره اللي رانا نستناو فيهم هاد النشأة تاعنا والباقي على الله. وش هي السعادة الحقيقية بالنسبة لك؟ السعادة الحقيقية حتى كي نوض إن شاء الله يا إخوان تحية طيبة لكل والدي الأكارم. كي نوض صباح ونشوف الوالدة تاعي ونشوف الوالدة تاعي. ربي يحميهم إن شاء الله. تلكم هي السعادة الحقيقية. ربي يحميهم إن شاء الله يا رب يطول في عمرهم. إن شاء الله. شكرا لك أستاذ نورتنا بحضورك وسعدنا من خلال الإضاءة حول هذا الموضوع نشكر كل من يتفاعل معنا يتواصل أيضا تخدم المجتمع بطريقة إيجابية جدا حنتكلموا على المجتمع المدني ونشاط الجمعوي مع سيدة عبد الوهاب أمل خديجة وهي عضو بالمكتب الوطني للمنتدى الجزائري للإطارات وترقية الشباب وأيضا هي مستشارة لرئيس المنتدى مكلفة بالشؤون الاقتصادية صباح الخير سيدة أمل أهلا وسهلا بك صباح النور إيمان صباح الخير صباح الخير لطفي أهلا الله يحفظكم على الدعوة أشكركم وأشكر قناة الشروق ربي يبارك فيكم إن شاء الله وربي يعاونكم نورتينا بحضورك الله يسلمك لطفي وصباح الخير لكامل الشعب الجزائري أهلا وبالمناسبة عيد سعيد لكل أمهات وأمي بالخصوص تحية كبيرة لكل أمهات هذا الوطن الحبيب السعادة هو الموضوع احنا اللي اخترنا الحديث من خلاله في حلقة اليوم برنامج صباح الشروق بداية سؤال راح يكون شخصي كيف تنظرين إلى السعادة؟ السعادة أنا نختصرها في ثلاث نقاط في العفو والعافية ورضا الله رضا الوالدين ونجاح الأبناء هذه هي سعادتي يا سيدي والاستقرار ان شاء الله لشعبنا والجزائر الحبيبه الله يديمها سعاده ان شاء الله ان شاء الله يا ابو اكيد تلقاي سعادتك في عملك السيدة امل كما قلنا انت عضو بالمكتب الوطني للمنتدى الجزائري الاطارات وترقيه الشباب اول شيء نعرفوا بهذا المنتدى ومن بعد نتعمقوا اكثر شيء في نشاطك وفي نشاط المنتدى المنتدى الجزائري لترقيه الاطارات وترقيه الشباب هو منتدى ذات طابع جمعوي علمي يقوم بتوعية الشباب عنده أهداف هو مسجل لدى وزارة الخارجية أساسا المنخرطين في المنتدى ولا المؤسسين لديهم عمل تطوعي ما يكونش بالطبع ما يكونش عندهم بالمقابل يعني مادي مقابل مادي هو عمل تطوعي نعملوا حنايا كمؤسسين وك منخرطين في المنتدى بكل مجهوداتنا وبكل ما نملك باش نكونوا الشباب ونكونوا الإطارات ونوجهوهم ونقوموا بأعمال خيرية ونقوموا بأعمال توجيهية ونعاونوا المستثمرين الشباب ونوعيوا الشباب اللي خاصة الشباب اللي عندهم نظرة تاع الهجرة الغير شرعية نوعيهم على حب الوطن نأثروهم نقوموا بأعمال خيرية أعمال اجتماعية وقتاش تأسس هذا المنتدى وش هي أبرز المحطات اللي تشوفوا أنكم سجلتوا حضور من خلالهم المنتدى هو مسجل لدى وزارة الخارجية تحت رقم 137/2019 أسس في أول ديسمبر 2019 في الجزائر بالطبع
وهنايا المنتدى منذ ذلك الحين الى يومنا هذا يقوم باعمال في كل مره يكون حاضر المنتدى، خاصه في اعمال تطوعيه، خاصه في مرحله كوفيد 19 كان المنتدى حاضر باعماله التطوعيه، يعني يمدوا لي ماسك، يمدوا لي جل، يروحوا في كل مكان. كانوا كل مكاتب على 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 انحاء الوطن تقوم بهذه الاعمال الخيريه وتساند المجتمع اللي محتاج، وكنا نديروا ايضا خرجات للناس اللي محتاجه، نعطيهم مرات نديروا الاكل. وايضا حنايا اخر شيء اللي سجلناه في المنتدى كان سجلت انا شخصيا مع المكتب في وهران، قمنا بمناسبه عيد النصر اللي كان بعد بالمناسبه في 19 مارس 2021 يوم الجمعه، رحنا قمنا بزياره الى مقبره الشهداء ودنا اعمال خيريه لدار الايتام بمسرقين في وهران، ودينا لهم يعني بعض الاغراض وبعض الماكولات وبعض الاشياء اللي يحتاجوها. وين المقر الرئيسي للمنتدى؟ المقر الرئيسي للمنتدى في ولايه بيجايه. نعم. وش سبب تواجدكم في وهران اذا؟ هو فرع في وهران، مكتب ولائي، لكن انا راني مؤسس من بين المؤسسين، يعني مستشاره اقتصاديه في المنتدى، وفي نفس الوقت راني مستكلفه بالمكتب الولائي، لاننا رانا نقوم بالهيكله تاع المنتدى على المستوى القطري الوطني. اخترتوا تسميه الاطارات ودعم وتطوير الشباب وترقيه الشباب، كيفاش، ما هي الطريقه اللي تقوموا بها بدعم هذا الشباب؟ نقوموا بمجالس توعوية يعني على مستوى المكاتب والولايات، ناخذوا في كل مكاتب الوطن، ناخذوا انشغالات الشباب، نجروهم لعنا، نسمعوهم، نشوفوا انشغالاتهم، نسجلوها، نقوموا بايصال هذه الانشغالات وهذه المشاكل الى الجهات المعنية والوصية، ونشاركوا ايضا في اعطاء بعض الحلول، وفي كيكون في امكاننا بالطبع نقوموا حتى شخصيا يعني ببعض المبادرات باش نرفدوا بعض العوائق، يعني اللي نكونوا نقدروا نعاونوا بها في مجال الخيري والمجال الجمعوي. انت تقلدتي مناصب ساميه في اطار كاطار في الدوله، لو نشوفوا دور حركه المجتمع المدني ربما في تقريب المواطن الى السلطات المعنيه، صار في سلاسه سيدي، في سهوله، في مرونه؟ لو أننا نتابع التغريدة الأخيرة للسيد رئيس الجمهورية في تويتر نهار الأمس، نشوف أنه قال السيد رئيس الجمهورية أنه واعي أن الحراك المبارك وصل هذا المساج، يعني المساج تاع إعادة هيكلة كل مؤسسات الدولة لإعطاء نفس جديد للجزائر الجديدة. جزائر جديدة مش أنا وحدي نديرها ولا السلطات المعنية وحدها، كلنا كل الشعب لازم يكون متوحد متحد، نكونوا متفاهمين، نكونوا عندنا اتجاه واحد من أجل النهوض بالجزائر في جميع المجالات وعلى جميع المستويات. أنا أنت مدام زملاء كنا حتى الأولاد لازم نوعيهم أنهم لازم يشاركوا في بناء جزائر جديدة. في ظل الجزائر الجديدة هناك رد اعتبار لحركة المجتمع المدني. نعم. والكل لحظ هذا الشيء في تعزيز لمهمة حركة المجتمع المدني في مسودة الدستور. لكن عامل الثقة، هل تعززت ثقة المواطن الجزائري في حركة المجتمع المدني؟ لأنه بزاف ناس ما يوضعوش ثقة، يخافوا، كاين بزاف ناس يخافوا من الجمعيات، يقول لك أنا نروح نتبع شباب اللي ينشط عبر مواقع التواصل الاجتماعي في العالم الافتراضي كمجموعات، وما نروحش للجمعيات اللي ياكلوا الدراهم ويعمروا الجيوب وما يقدموش خدمات. سيدي تغيرت النظرة. غيرت النظرة ولازم نغيروا النظرة، حتى وإن كان باقية أقلية اللي ماهيش دايرة الثقة، لازم تدير الثقة، لأننا لازم نتحدوا، نقولوها ونعاود نقولوها، لازم أنا نثق فيك وأنت تثق فيا من أجل بناء جزائر جديدة. الحركة الجمعوية صح كانت مرت بها مرحلة وين كانوا كاينين مشاكل كأي مجال من المجالات ولا أي قطاع من القطاعات، لكن الآن النظرة اختلفت، كلنا كاينة
يعني او كاين رقابه داخليه، انا نراقبك وانت تراقبني، وكاين وعي، الناس راهي وعات، ما بقاتش كما كنا من قبل. يعني انا نرجعك تعرف معايا، انت امين عام ولا انت رئيس مكتب، انا نراقبك وانت تراقبني، انت توعيني وانا نوعيك، ومن مع جوستمون وسائل التواصل الاجتماعي بقى التواصل والرقابه بقات بيرمانونت، يعني دائما كاين استمراريه، كاين توجيه، كاين اي غلطه تكون ولا نكاكيو بعضنا، نهضروا مع بعضنا، نتواصلوا، نتشاوروا. هذا الشيء ما كانش مقبل، لازم نكونوا واعيين باللي الشروط تغيرت، ما بقاش الناس راهي رايحه للتقدم، راهي رايحه الاستحقاق، هي رايحه اختيار ممثلين، هي رايحه. وش هو سبب انضمامك لهذا النادي؟ نضيف عليك برك لطفي، خاصة وشفناك ناشطة بزاف في المجال الاقتصادي. صح. يعني وكاين منتديات اللي ناشطين في المجال الاقتصادي، منتديات اقتصادية لرجال الأعمال إلى ما ذلك، لكن اخترتي هذا المنتدى اللي تقريبا طبعه اجتماعي أكثر منه اقتصادي. نعم سيدتي، هو طبعه اجتماعي خيري أكثر من تطوعي أكثر من أنه اقتصادي. لكن ما يخفاش عليك سيدتي اني في نفس الوقت او ميم طون مديره مكتب رجال اعمال بالمنظمه الدوليه لحقوق الانسان والدفاع عن الحريات العامه، المكتب الاقليمي بالجزائر، يعني في اطار هنا المكتب هذا ننشطوا اقتصاديا وندافعوا على رجال الاعمال والمؤسسات الناشئه وندافعوا على كل يعني رجال اعمال في الجزائر اللي عنده مشكل او يكتب لنا وحنا نتوسطوا له مع الجهات المعنيه وندافعوا عليه في اطار الاستثمار باغ اكزومبل ولا اي مجال من المجالات الاقتصاديه. وش هي الحاجه اللي بداخلك اللي خلاتك تتقربي الى العمل التطوعي؟ لو نسال ربما رئيس جمعيه تعنى بمرض من الامراض، الا ونلقاو عنده قرابه شخص ليه ولا حتى هو يكون مصاب بمرض ما يخليه يدير جمعيه ويهتم بالفئه اللي تعاني نفس المشكل اللي يعيشه. بالنسبه لك انت، شوف سيدي، انا عندي حاجه، نحب بلادي ونحب الشعب ونحب المواطن، هذه اساس، وانا معروفه يعني في وهران نعاونت الناس بزاف بزاف الحمد لله، قمت في اطار العمل تاعي بعملي بما يرضي الله وكما بقات تحب القوانين، وعاونت يعني في اطار العمل مش معاونه لكن قمت بعملي كوريكتومون كما يقول العبد، وكنت متقربه بزاف لاني يعني عندي 23 سنه في القطاع العام عمل، الله يبارك فيك سيدتي، ثم كنت قريبه بزاف من الشعب ونحسيت بالناس المغبونه والناس المحتاجه، وننظر كي نشوف الناس هكاك لو كان نحس نحيها من نفسي ونمدها للناس. هذا الشيء هو اللي خلاني مع الحراك المبارك ومع التطورات اللي كانت رايحه فيها الجزائر في السنتين الاخيرتين هذه، خلتني نقوم نكون اقرب في مجال المساعده والاعمال الخيريه، نكون قريبه اكثر للمواطن باش يكون كاين تاثير برك، لاني انا عمري ولا حبست من الاعمال الخيريه، دائما نقوم بها ودائما نساعد باللي نقدر نساعد عليه، وكانوا عندي حباباتي وحطحاباتي واللي نحييهم بالمناسبه اللي كانوا عندهم جمعيات من قبل يعني، وكنت حتى ما كنتش نظهر في الصوره لكن كنت نساعدهم في الخفاء. تساعدي غير النساء، الرجل ما تساعديهش؟ يعني جينيرالمون كنت نعاون من حظ اكثر البنات جنسك. طيب سيده امل الله يبارك عليك، مسيره تاع قريب 25 سنه من النشاط الجمعوي، وكانت عندك كل الامكانيات والوسائل انك تاسسي جمعيه خاصه بك، لكن فضلتي انك تنضمي الى منتدى اللي ما قالوا في بجايه، وانت كنت تنشطي في وهران، كنت قادره ديري جمعيه في وهران محليه. هذا داخل في اطار توجور النظره تاع الجزائر الجديده، حتى ولو كانت تشوفي المنظمه الدوليه غادي تلقاي المقر تاعها في عنابه، واختاروني هما بارك الله فيهم من وهران، وصحاب بجايه اسي ولا العاصمه الدونية من وهران، لانه حبينا باش تكون كاين لا سوليداريتي بين لي الجيريان ونجسدوها بهذه الطريقه باش نعطوا جوستومون نظره اخرى للجزائر الجديده، نكونوا متحدين بين ما كانش احنا امه واحده، نقولوا امه لاننا مختلطين، ما شاء الله. صحيح. لازم اللي يكون في الشمال يحس باللي يكون في الجنوب، اللي يكون في المدينه يحس بالناس اللي هي في مناطق الضل، ولا يحس بالناس اللي هي في القرى ولا في الارياف، لازم يكون كاين لا سوليداريتي بيناتنا مهما كان، لو كان انت تعاون باللي تقدر ومدام تعاون وانا نعاون باللي نقدروا عليه، نرفضوا شويه مشاكل على المجتمع. وشو برنامجكم اذا كنتم مسطرين مشاريع؟
اهدافنا هي اهداف المنتدى، عنده اهداف 10 بين ظهر، يعني خاصة أنا فيزي لا جوناس، يعني ترقية شباب، توعيتهم، مساعدتهم، هذه أهداف اللي مسطرينها دائما. وعندكم برنامج تمشيوا عليه؟ البرنامج اللي نمشيوا عليه هو نتبعوا يعني مخططات تاع الحكومة وتاع السلطات المعنية وتاع الوزارات، يعني كل ما يكون كاين قوانين جديدة ورانا في اون بلان شونجمون اون بلان يعني اكسبانسيون في كل المجالات، نتبعوا التطورات ونتمشاو معاها ونكونوا اون اسي باش بور دوني توجور ان بلوس في اي مجال من المجالات. يعني السياسة هي التي تسيرون السياسة في تصدير مشاريعكم؟ لا ماشي السياسة، لكن نكونوا مأطرين بقوانين المعمول بها في الجزائر، ما نخرجوش على اطار القانون والمبادئ العامة للدولة. طيب سيدة أمل، بالنسبة لحركة المجتمع المدني، نشوفوا يعني احنا كنا استضفناهم بزاف هنا في بلاطو صباح الشروق، خاصة الجمعيات النشطة، كان همهم الوحيد وعندهم مشكل كبير من الجانب المادي وجانب الإعانات. بحكم قربك من ربما رجال أعمال ومنتديات أخرى، نفرضوا أنه هذا المنتدى يعني الحمد لله فيه مداخيل، ما يعانيش مشاكل مادية؟ باش نقول لك ما يعانيش مشاكل ماديه، يعني اولا ما نقدرش نحكم لانني مانيش انا اللي مختصه في الجانب المالي ولا التسيير المالي ولا، لكن انا قلت لك من الديبي مدام بلي احنا شخصيا نساهموا من خلال الاشتراكات اللي هي حتى وان كانت سامبوليك يعني رمزيه، لكن هي اشتراكات اللي نقدروا نديروا به نديروا به. وكاين ناس الخير اللي كيعرفوا انه كاين جمعيه اللي معروفه كيما المنتدى ولا، هما اصلا يقول لك او عندي باغ اكزومبل ان لو دو ميديكامون اللي حاب نمدو، ولا باغ اكزومبل ان لو تاع 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 لي كوش ولا تاع لي غاتو ولا تاع اي حاجه ولا تاع كسكس ولا اي حاجه، ارواحوا ديوه باسم المنتدى صدقوه معروف انه الزوالي هو اللي يسرع في الصدقه.